اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. حلقه خاصه جدا النهارده طبعا هنتكلم فيها في امور عديده وهنتكلم فيها عن استعدادات النادي الاهلي للوصل الاماراتي بكره في مباراه مهمه، ودايما زي ما بقول لكم الاهلي بيطوي الصفحه على طول والمباريات فيها ضغط كبير استعدادا بقى لنهائي افريقيا امام الترجي 2/11 هنا طبعا في مصر وفي برج العرب و9/11 في تونس. كل التوفيق للنادي الاهلي، لكن في البدايه اكيد برحب بزميلي محمد سعيد. مساء الفل يا محمد. مساء الخير عليك يا زميلي العزيز ايهاب الخطيب. بالتاكيد ببقى سعيد لما بكون موجود معاك يوم السبت والاربع، ان شاء الله تكون حلقه مميزه نقدم فيها افكار جديده وضيوف مميزين بالتاكيد خلال الفقرات الاستثنائيه لبرنامج الاهلي الليله. وزي ما ذكرت بنعيش ايام استثنائيه ولحظات مهمه جدا من تاريخ النادي الاهلي ومن تاريخ فريق كره القدم تحديدا. مباراه الوصل الاماراتي مباراه مهمه بالتاكيد في البطوله العربيه، لكن بالطبع كمان عندنا حدث مهم جدا مباراه الترجي التونسي الذهاب والاياب في اقل من اسبوع، مباراتين ببطوله قاريه جديده ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، وبالتاكيد مباراه هتكون مهمه جدا وفي استعدادات جيده ان شاء الله للمرحله القادمه لهذه المباراه الهامه زميلي ايهاب. ان شاء الله يا محمد استعدادات مهمه جدا، هي مباراه هامه، هي مباراة نهائي افريقيا يا محمد، والفترة اللي فاتت في وعي كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، وعي كبير جدا الجماهير اللي كانت دايما بتتكلم عندها ثقة في فرقتها، لكن خلاص كل فرقة تحترم على ملعبها، رادس ملعب الترجي ملعب قوي جدا، كل الجماهير بتقول لك هنا احقق نتيجة كويسة، هنا اعمل نتيجة ايجابية، الاهلي في اي ملعب بيلعب بشكل كويس، لكن قصة ان الملعب ده معاك والملعب ده ضدك مش موجود في الكورة. طبعا جماهير الاهلي نفسها لما بتحترم ده والفرقه بتحترم ده الوضع بيبان، لان الترجي فرقه تحترم في النهايه يا محمد. دايما بنراهن على وعي جمهور النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي عندها وعي كبير جدا وعارفه مصلحه فرقتها وايه الامور الايجابيه وايه الامور السلبيه، والمرحله القادمه بالفعل محتاجين يكون هناك طاقه ايجابيه كبيره جدا للفريق وللجهاز الفني، موضوع الملعب، موضوع الاستعداد، موضوع الوقت كمان لخوض هذه المباراه المهمه. المباراة لن تكون 90 دقيقة، مباراة الذهاب هنا طبعا في برج العرب، مباراة العودة في استاد رادس في العاصمة تونس، لكن بالطبع هي مباراة ستكون 180 دقيقة، إذا استطعت إن أنت تخرج بنتيجة إيجابية في مصر هتساعدك بشكل إيجابي إن شاء الله يا إيهاب في مباراة العودة بإذن الله في رادس، لأن البطولة مهمة جدا، مش عايزين نكرر نفس اللي حصل الموسم الماضي، نستطيع إن شاء الله بإذن الله من خلال جهاز فني قوي بيدرس الأمور الفنية بشكل جيد ولاعبين عندهم القدرة إن هم يتخطوا هذه المرحلة ويفوزوا ببطولة أفريقية جديدة لعدد كبير جدا من اللاعبين محتاجينها قوي في التوقيت الحالي مع فريق النادي الأهلي. المشهد طبعا واضح، وزي ما أنت قلت يا محمد المشهد السنة اللي فاتت كان في بعض يعني الأمور اللي مش هتتكرر السنة دي إن شاء الله، وطبعا لأن بعد مكسب نصف النهائي للنادي الأهلي ما كانش حصل اللي حصل السنة اللي فاتت، يعني كان في حالة من الثقة الزايدة، حالة من الظهور على الفضائيات، حالة من الحديث المتواصل، الكلام ده ما شفناهوش المرة دي. كابتن محمد يوسف من قبلها كنت بتكلم معاه قال لي مقفولة، بعد قال لي مقفولين، بص احنا بفضل الله قافلين لغايه افريقيا لغايه 9 نوفمبر. طبعا وطبعا ده حاجه كويسه يا محمد، يعني حاجه كويسه جدا انت بتقفل على فرقتك، لعبتك عندها الثقافه دي، الامور دي عند لعبتك. لكن خليني اقول لك ان من شويه كان في المؤتمر الصحفي لمستر كارتيرون قبل المباراه واللي اتكلم بشكل كبير جدا، لكن ركز على نقطه مهمه قوي يا محمد واتكلم على قصة مؤمن زكريا، وإجابته على فكرة راجل طبيعي جدا، راجل بيتكلم بشكل بمضمون كبير جدا، وهو اتكلم في المؤتمر لما تكلموه سألوه على ناصر ماهر وسألوه على مؤمن زكريا، والسؤال ده تحديدا كان لزميلنا محمد يحيى اللي رد عليه كارتيرون وقال له مؤمن زكريا لسه مكلمني امبارح واستبعاده فني، ومؤمن طلب مني انه ينزل يلعب مع الناشئين عشان يبقى جاهز بشكل كويس ويأدي في المباريات المقبلة ويكون جاهز للنهائي الأفريقي. أكيد إجابة بهذا الشكل في هذا التوقيت بتوقف كل الكلام اللي بيتقال، كل الكلام اللي بيتقال. الطبيعة والجدية اللي عند مستر باتريس كارتيرون وقفت كل الكلام اللي بيتقال، لأن الراجل بيرد رد فاجئ الناس كلها. يعني محمد الإجابة دي فيها مفاجأة كبيرة جدا، وأعتقد كمان إنه قال كلام مهم جدا قبل الوصل. أكيد عندك تصريحات لمستر كارتيرون. بالفعل أميز ما في موضوع مؤمن زكريا بغض النظر عن السؤال وإجابة كارتيرون، إن كمان كارتيرون أشاد بروح مؤمن زكريا،
اي لاعب كبير في الامكانيات الفنيه والبطولات اللي خدها مع النادي الاهلي قد ينظر للعوده لصفوف الشباب او اللعب مع قطاع الناشئين يقول لك مش توقيتها، طب ازاي لازم اكون موجود في المباراه الكبيره، لكن الاتفاق الفني ولما يكون هو اللي طالب يا محمد يكون هو اللي طالب بالزبط. كمان لكن الاتفاق الفني اللي ما بين الجهاز الفني مع اللعيبه والحاله النفسيه اللي بيعيشها فريق الكره تحديدا من خلال باتريس كارتيرون والجهاز المعاون والكابتن محمد يوسف، دي الشيء اللي احنا يعني مبسوطين منه، لان في الاخر لما يكون مؤمن زكريا عايز يحافظ على لياقته البدنيه والفنيه ويطلب من الجهاز الفني يكون في اتفاق مع كابتيرون النهارده يكون موجود مع فريق الاهلي مواليد 97 ويلعب مباراه الجونه النهارده في مدينه نصر، ده شيء جيد عشان يكون عنده فورمه المباريات ويكون موجود في المرحله القادمه بعد مباراه الوصل. الوقت ضيق جدا، 4 أيام على مباراه الترجي التونسي، مباراه الذهاب في برج العرب، فبالتالي ده شيء ايجابي ودي الامور الطيبه اللي احنا شايفينها ايجابيه جدا في فريق كره القدم في النادي الاهلي، وان شاء الله يكون المقياس للمرحله القادمه الفوز بالبطوله الافريقيه. لكن مهم جدا كمان زميلي ايهاب ان كارتيرون كمان اتكلم على موضوع مباراه الوصل، قال ان هو جاهز بشكل جيد جدا لمباراه الوصل وما عندوش فرق بين لاعب اساسي واحتياطي، قال النظريه دي مش موجوده عندي، لا يوجد لاعب اساسي في الاهلي او اخر احتياطي في الاهلي، الفريق والتيم بالكامل دايما موجودين معايا في اي مباراه وبعتمد على الكل في اي وقت. وقال كمان نقطه، الكل كان بيعتقد ان توقيت مباراه الوصل قد تكون غير ايجابيه لمصلحه الاهلي قبل مباراه الترجي التونسي، لكن كارتيرون في المؤتمر الصحفي قال للكل بالعكس، مباراه الوصل الاماراتي في ذهاب دور ال 16 لكاس زايد للانديه العربيه جايه في توقيت مناسب بشكل جيد عشان اللعيبه تتاقلم على ملعب برج العرب بعد غياب لفتره وكانوا بيلعبوا على ملعب السلام، فبالتالي جايه في توقيت مناسب ان شاء الله في الاستعداد لمباراه الترجي التونسي. وقال مباراه الوصل مباراه مهمه هيكون في اعداد مميز كمان لنهائي افريقيا باذن الله، واللعيبه عندها قدره انها تقدم عرض قوي وعرض مميز يساعد الفريق في مباراه الذهاب في البطوله العربيه ثم ان شاء الله بعد ذلك مباراه الترجي التونسي في البطوله الافريقيه. طبعا محمد اكيد النهارده كان في بعض مش المشاكل لكن بعض الامور التنظيميه اللي كان يجب انها تكون افضل من كده، ملعب التدريب الاهلي والوصل المفروض يتدربوا على برج العرب، الزمالك عنده مباراه امام الاتحاد تبدا الساعه 8، صعب جدا يتدربوا الفرقتين اتدربوا في الملعب اللي موجود في الفندق، يعني الفرقتين اضطروا يتدربوا في الملعب اللي موجود في الفندق، لكن كل الامور بنطمن كل جماهير الاهلي ماشيه بشكل كويس. كمان تاكيد على كلام محمد مستر كارتيرون بيقول دي بروفه جيده جدا في هذا التوقيت وجيده جدا على هذا الملعب تحديدا الاهلي هيلعب عليه. لكن اكيد يا محمد عندنا فقرات كتير النهارده في برنامجنا واكيد عندك تي فيو خارجي او انتقال خارجي لاحد مقرات النادي الاهلي، هنشوف معاك يا محمد. النهارده الحلقه فيها افكار كثيره وعديده، الفكره مش في الضيوف وفي التفاصيل وفي الاخبار، لكن كمان في ابتكار النهارده في العديد من الفقرات هتكون النهارده معانا، لكن مهم جدا واحنا بنتكلم فيه النهارده الانترو في برنامج الاهلي الليله وحلقه يوم السبت تحديدا، الفقره الحواريه الاولى النهارده هيكون معانا فيها الكابتن حمدي ابو راضي نجم النادي الاهلي السابق واحد نجوم النادي الاهلي في مرحله سابقه حقق العديد من البطولات، وهو بالمناسبه عضو اللجنه الفنيه في النادي الاهلي اللي كان ليها دور كبير جدا في اختيار العديد من اللاعبين سواء في صفوف الفريق الاول او حتى داخل قطاع الناشئين. ثم الفقره الاخيره مع الكابتن خالد العوضي، والنهارده معاه نجم استثنائي احد نجوم النادي الاهلي في الكره الطائره الكابتن عبد الله عبد السلام، نجم كبير احترف في الدوريات الاوروبيه في فتره سابقه ثم عاد للعب في الدوري المصري مع صفوف نادي طلائع الجيش ثم انضم للنادي الاهلي وتواجد في صفوف النادي الاهلي في التوقيت الحالي مع فريق كره الطايره اللي بيقوده الكابتن محمد مصلح ميدو، عنده تفاصيل كثيره والكابتن خالد العوضي بالتاكيد كمان محضر لنا حاجات مهمه جدا، لان بكره كمان عندنا مباراه النهائي الافريقي مباراه الاهلي والزمالك في كره اليد. بالاضافه الى ذلك عندنا فقرات متعلقه جمهور النادي الاهلي، فقره ثابته معانا في الاهلي الليله مهم جدا ان احنا نتكلم مع جمهور الاهلي ونشوف رايهم في امور عديده، فقره اسعد ليله لاحد نجوم النادي الاهلي والنهارده هيكون فيها الكابتن ياسر ريان بيتكلم عن اسعد ليله عاشها داخل النادي الاهلي، والفقره المهمه جدا اللي بالتاكيد عن تابعها على مدار الحلقه وهيكون معانا دلوقتي على المباشر فقره حدث في الاهلي. خلال الايام السابقه وال 48 ساعه الماضيه كنا بنحتفل باليوبيل الفضي لفرع مدينه نصر بعد 25 سنه من الافتتاح المرحله الاولى، وافتتاح هذا الفرح كصرح رياضي كبير جدا فرع مدينه نصر النهارده في الشيخ زايد، بنختتم الاحتفالات بعد ما كان الاحتفال اول امس في مدينه نصر وبالامس في الجزيره النهارده في الشيخ زايد، وبينضم لي دلوقتي على الهواء مباشره زميلنا احمد كيوان مراسل قناه النادي الاهلي. اولا يا احمد مساء الخير عليك من فرع الشيخ زايد، واديني بقى قول لي اخر التطورات عندك والحاله عندك ازاي والاحتفاليه في فرع الشيخ زايد باليوبيل الفضي لفرع مدينه نصر. بشكرك محمد وبحييك وبحيي كل مشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان، بشكر الزميل العزيز ايهاب الخطيب، اتمنى لكم حلقه موفقه بالتاكيد.
يمكن حاله الفرح والسعاده اللي بيمر بيها مجلس اداره النادي الاهلي بيوصلها الى اعضائه واعضاء جمعيته العموميه. يمكن بقى لنا 3 ايام بنشوف حفلات مختلفه للنادي الاهلي، بدايه من فرع مدينه نصر اللي هو يعني اللي بيحتفل النادي الاهلي بعد مرور 25 سنه على انشائه، مرورا بالجزيره امس، اليوم النهارده في الشيخ زايد. يمكن الناس كلها موجوده من بدري برغم ان في انخفاض في درجات الحراره، ويمكن منطقه الشيخ زايد بعيده شويه في المناطق الصحراويه، الا ان الناس مستمتعه وسعيده، الجو جميل، الاطفال حتى مبسوطين منتظرين النهارده هيعي الحفل الفنان محمود الليسي. يمكن كل الاجواء اللي احنا بنشوفها هي بتعبر عن سعاده الاعضاء، بناديهم بمكانهم ببيتهم اللي كل يوم بيشوفوا فيه شيء مختلف، كل شيء مختلف مع النادي الاهلي محمد، من تخطيط، من اداره، من انشاءات، فهو ده الحاله اللي بيعيشها يمكن النهارده اعضاء وجمعيته العموميه. وينضم ليا طبعا اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد. يمكن سياده اللواء برحب بيك على شاشه النادي الاهلي النهارده، السعاده اللي احنا شايفينها في عيون الطفل الصغير والراجل الكبير والعضو، الناس سعيده ومبسوطه ان النادي الاهلي كلهم في تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الشكر الحمد لله على التوفيق اللي النادي الاهلي فيه، وبنشكر الاستاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن وكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره اللي احنا شايفين تملي خير على ايديهم. طبعا الحفله دي ضمن فعاليات الاحتفال اللي بتقوم بيه شركه برزنتيشن، الاحتفال بمرور الويل الفضي لفرع الشيخ فرع مدينه نصر، وطبعا عشان النادي الاهلي نادي واحد وعائله واحده، هم كان القرار ان ما نتعبش اعضاء النادي الاهلي. هيتعمل 3 حفلات في فروع النادي الاهلي لان هو نادي واحد ضمن عائله النادي الاهلي، وطبعا البسمه واحنا اللي على مرسومه على شفت اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، الواحد بيحس بسعاده، بسعاده ان الناس سعيده، فيها بهجه، الناس مبسوطين قوي، الناس بتقدم الشكر تملي. النادي الاهلي نادي سباق، النادي الاهلي في كل ظروف وفي احلك الظروف كان هو رقم واحد. انا بقول ان مصر ربنا حميها والنادي الاهلي ربنا حميه كجزء من مصر. السعاده احنا بنشكر على اللي رسموا البهجه والسعاده على قلوب الناس اعضاء النادي الاهلي. اكيد، لكن عاوز اروق معاك ليه الجهود التنظيميه، هل اعترضت بينك النهارده وبين شركه برزنتيشن من جهود امنيه وكذلك لتوفير كل سبل الراحه للاعضاء؟ لا طبعا، احنا طبعا من ساعه ما السيد المدير التنفيذي اعلن على موقع النادي الاهلي ان هيتم تنظيم 3 حفلات للنادي الاهلي، فالناس اتسالت. النهارده كان مفاجاه من المطرب اللي جاي زي كل الفروع. احنا مستعدين، اتصلوا بيا امبارح بعد الساعه 12 بالليل. الموضوع كله في ديناميكيه، في حركه، في يسر بتتم الموضوع في ثواني. تم التنسيق مع الاستاذ هاني والقائمين على شركه برزنتيشن، واخترنا على طول المكان اللي هيتم فيه اقامه الحفله وايه الحاجات التنظيميه اللي هتتم وهم عايزين ايه، ومكان المسرح ومكان تجهيز العربيات ومجهن الضيوف والتامين بتاع الاجراءات التامينه اللي هتتم، الاجراءات الخدميه، لان طبعا زي ما انت شايف العدد الرهيب دوت، عايز مكان يقعد، عايز يبقى مستمتع، مش عايز فيه مشكله. فطبعا تم هذا الكلام في يسر مع شركه برزنتيشن. ما لقيناش منهم الاداره الهندسيه، ما لقيناش من شركه برزنتيشن غير كل تعاون زي ما هم تعاونوا معانا، احنا برضو لينا بنقدم لهم كل تعاون، عشان في الاخر اللي بيليق للنادي الاهلي، احنا عندنا حاجه في كياننا، في وجداننا، في جيناتنا، النادي الاهلي ده حاجه مختلفه. النادي الاهلي ما ينفعش يبقى فيه صعوبات وفيه حاجات ما فيهاش يسر، ما فيهاش ده، فبتمشي الحاجات في سلاسه، هذه في جيناتنا. ايه هو النادي الاهلي في دمنا، وعلشان كده احنا بنعمل اللي هو التوجيهات اللي قالها رئيس النادي، اسعاد عضو النادي الاهلي،
انا مش عايز اقول الكلام ده، هو كلام طويل كبير جدا لكن فعلا مجهود كبير وبشكرك عليه. الحمد لله بشكرك. انا بشكر جميع الاداره التنفيذيه، بشكر المدير التنفيذي اللي هو متابعني، بشكر الاداره التنفيذيه اللي معايا من اول نائب مدير النادي ومدير الامن ومدير الخدمات وكل اللي قاموا والعلاقات العامه والاداره الهندسيه اللي هم الناس اللي هم بيشتغلوا من غير مش عايزين شكر، هم عندهم كرزة. حفلة سعيدة. شاكرين جدا. شكرا جزيلا. أكيد حديث مهم، يمكن النهاردة اللواء محمود الفيشاوي وجود يعني مختلطة ومرتبطة ومتصلة ومدعومة بحب، يمكن اللي احنا شايفينه ده كله معمول بحب. محمد برزنتيشن بتقدم خدماتها بشكل ممتاز جدا، اعضاء النادي الاهلي مبسوطين، حاله من السعاده والفرح. يمكن باكد لك ان انخفاض درجات الحراره هنا بتنزل بشكل غريب، ولكن الناس مبسوطه، الناس مستمره، الناس مستنيه نجم الحفل. يمكن دي اخر الاجواء واهمها هنا في فرع الشيخ زايد. اليك الكلمه زميل العزيز محمد سعيد، ولك بكل جديد اول باول. شكرا لك يا زميلي العزيز احمد كوان، كنت معنا على الهواء مباشره من فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وكان معك اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. والحرص من عائله الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ان تكون الحفله في كيان النادي الاهلي، ولان الاحتفال في مدينه نصر لن يكون قاصرا على فرع مدينه نصر، لان الاهلي وعائله الاهلي كيان واحد. بدات الاحتفاليه باليوبيل الفضي في فرع مدينه نصر، ثم استقبلت بالامس في مقر الجزيره، وتختتم اليوم في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. بالتأكيد يعني احتفالات مهمة لعائلة الأهلي، ويا رب إن شاء الله الاحتفالات تستمر وتستمر وعندنا انتصارات رياضية بالتأكيد مهمة جدا خلال الفترة القادمة. لكن سريعا أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الفقرة الحوارية الأولى لزميلي إيهاب الخطيب مع الكابتن حمزة برادو. اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليله. اولى فقراتنا الحواريه فقره مهمه جدا مع واحد من نجوم الكبار، نجوم النادي الاهلي، واحد من نجوم النادي الكبار المهمين قوي اللي الاجيال كلها تفتكرهم، لكن هو ما بيظهرش كتير على الرغم ان هو موجود في اللجنه الفنيه للنادي الاهلي، لكن النهارده هيكون معانا حوار مميز جدا، حوار في مباراة النادي الأهلي وموقف النادي الأهلي والبطولة الأفريقية ومباراة الغد، وحوار تاني كان بيلعب في الأهلي إزاي وجيل مين، وفي كواليس كتير جدا موجودة معاه، وأكيد هيبقى في كلام كده من بعيد في اللجنة الفنية. ضيفنا وضيفكم النهارده الكابتن حمدة براتي، نورنا يا كابتن. أنتوا اللي منورين، وسعيد جدا إن أنا موجود في بيتي، ويا رب نكون خفاف على المشاهدين النهارده. ما بتظهرش كتير يا كابتن. لا ابدا، انا متواجد بس الشغل طبعا والسفر كتير بيبقى خارج القاهره فبياخد وقت. يعني هنتكلم في كل حاجه، لكن اسمح لي نطلع تقرير ونرجع نتواصل. اتفضل. تقرير سريع عن الكابتن حمدة مراد ونرجع نتواصل. حمدة مراد من مواليد منطقه شبرا عام 1961، ضمه إداري الناشئين جمعة سرحان إلى النادي الأهلي بعدما شاهده يلعب مع أصدقائه ليرشحه للاختبار تحت يد الكابتن أنور سلامة الذي أثنى عليه ليقرر ضمه إلى قطاع الناشئين وهو في 17 من عمره. نال حمدي أبو راضي إعجاب الكابتن هاني مصطفى الذي قرر ضمه إلى فريق 19 عام ليتم توظيفه في المركز المحبب له كظهير أيسر، إلا أن الكابتن ربيع ياسين كان مالكا لهذه الجبهة في الفريق الأول، وبالتالي تم تغيير مركز أبو راضي حينما تم تصعيده ليلعب في مركز الظهير الأيمن. وعندما أصيب حسام الزه ابتعد أبو راضي لفترة عن النادي بعد إصابته بشرخ في وجه القدم، ثم عاد مجددا بعد فترة ليجد كل من يقابله في النادي يسأله أين كان طوال هذه الفترة الطويلة، وذلك لأن الكابتن محمود الجهري المدير الفني وقتها كان يرغب في ضمه للفريق الأول بعد تقرير الكابتن فؤاد شعبان لتبدأ رحلته وسط جيل من العظماء محققا 6 بطولات إفريقية و10 بطولات محلية. مع عام 1989 فشلت رحلته الاحترافية إلى فرنسا بسبب بعض الأمور الإدارية التي منعته من الحصول على الاستغناء الخاص به،
ليطلب منه المهندس حسن أبو الفتوح رئيس نادي الزمالك الانتقال إلى القلعة البيضاء، ليؤكد له أبو راضي اعتزازه بالعرض، لكنه كلاعب أهلاوي يستحيل أن يقدم على هذه الخطوة لينتقل إلى المقاولون محققا بطولة كأس مصر، ثم انتقل إلى المريخ البورسعيدي ليسدل بعدها الستار على مسيرته التي كانت مميزة للاعب دائما ما كان مخلصا للنادي الأهلي. حمد أبو راضي ضيف الأهلي الليلة يحدثنا عن كواليس تواجده في جيل العظماء، وعن بطولاته، وعن رؤيته للكرة في الأهلي والكرة المصرية. أهلا بكم من جديد. يعني التقرير ده بيوضح كده الضيف اللي معايا، بقول لكم مختفي كتير ما بيظهرش كتير، لكنه نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي ومن نجوم الكره المصريه. كابتن حمد ابو راضي، نبتدي منين الحكايه؟ اول شيء طبعا عايز اشكرك بصفه شخصيه، واشكر فريق الاعداد على التقرير الجميل دوت، لانه رجعنا لايام كنا نتمنى انها تطول وتبقى موجوده. انما طبعا الاستاذ خالد ريبي والاستاذ محمد قلب، الناس عامله شغل يعني لحضرتك النهارده شغل كبير، شغل محترم، وشغل من تاريخك. يعني احنا ما بنجيبش حاجه، ده هو تاريخك ومشوارك في الملاعب. لا حقيقه دي حاجه جميله جدا وانا بسعد بيها، واكيد الناس اللي في جيلي كلهم بيسعدوا بالحاجات دي. يعني عدم التواصل والظهور ربما يكون بعض الاجيال اللي بتتفرج ما تاخدش بالها كويس من الكابتن حمد ابو راضي، لكن حاجه زي كده بترجع للاذهان بريف كده، يعني بيتفرج بيعرف قيمه النجم اللي قاعد ومستضيفينه، القيمه الكبيره طبعا اللي احنا دايما بنقول انت واحد من نجوم النادي الاهلي، فاحنا اللي هنا موجودين ضيوف عند حضرتك. وعايز ابدا من البدايه وكره قدم وترشح للنادي الاهلي وبتروح النادي الاهلي 17 سنه. هو طبعا احنا يعني معظم الجيل اللي في التوقيت بتاعنا دوت في الثمانينات او السبعينات في لعيبه كتير موهوبه كتير جدا 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 وعلى مستوى عالي، انما ما كانش السعي بالقطره زي الايام اللي احنا موجودين فيها. كانش الاهلي كمان مهتم بالكره بالشكل ده، وانه لما الابن يقول عايز العب كره بقى فيه اهتمام بالاسره كلها ومسانده ودعم. هذه كانت مشكله زمان، احنا لما كنا نلعب كوره كنا في البيت بنقابل مشاكل كبيره. يعني انا عن نفسي انا لعبت ايه بالصدفه البحته، لان احنا كنا زمان ايه بنلعب كوره للكوره، بنلعب في الشارع كل الناس في الشارع، والصدفه بتاعتي جابتني ان انا لعبت بلعب مع زمايلي في استاد القاهره. انت عارف استاد القاهره كان زمان الملاعب دلوقتي الفرعيه دي كانت موجوده في الشارع، ما في من غير سور، ساحات حوالين النادي، ملعب موجود مفتوح. وكان في نادي اسمه الاتحاد العباسيه، ده كان تابع للنادي الاهلي. كان على فكره النادي الاتحاد العباسيه دوت نسبه بتاع 60% من لعيبه النادي الاهلي اللي لعبوا درجه اولى اساسهم وابتدوا فيه، لان هو كان، انا مش فاكر اسامي يعني، في اسامي كتير فمش قادر اقول يعني اللي نفتكرهم. مش قادر اقول، انما عشان ما ننساش حد. ماشي. انما هي نسبه كبيره جدا، لانه النادي كان يعتبر مخزن للنادي الاهلي. كل لاعب موهوب، لانه كان بيلعب دوري، والدوري زمان كان دوري موحد، ما فيه مش زي دلوقتي يعني مناطق فكان اللاعب بيثقل في المكان دوت بس بتاع النادي الاهلي، هو نادي الاتحاد العباسيه دوت كان النادي الاهلي. فانا اتصادفت ان انا كنت بلعب مع زمايلي برضو كمجموعه كده مع نادي الاتحاد العباسيه، كان الكابتن جمعه الله يرحمه طبعا كان موجود، هو الاداري بتاع قطاع الناشئين كله، فشافني فعرض عليا وقال لي ممكن تيجي النادي الاهلي، كابتن انور يشوفك. فرحت يعني رحت، بس في يعني حاجات مهمه فرقت معايا، يمكن انا
هيأت نفسي وضبت نفسي هتروح للكابتن انور السلامه بقى وشيكت نفسي يعني ما رحتش ما اهملتش ما هو اللعيب اللي بيهتم بنفسه بيقدر يلفت نظر المدرب او يقدر يبقى عنده ثقه في نفسه ففعلا رحت والكابتن انور السلامه شافني يمكن من اول خمس دقائق او العشر دقائق تعالى انت موجود معانا خلاص يا عم جمعه اتقايل بس هو كان فاكرني ما عندكش رهبه بقى يعني انت ما عندكش رهبه خمس عشر دقائق يعني انت نازل ثقتك في نفسك انت موجود في النادي الاهلي مع اشبال النادي الاهلي بس انت عندك ثقه كبيره في نفسك دي حقيقه دي حقيقه يعني ما فيش رهبه لان مش انا لوحدي كنت وقتها لعيبه مصر كلها كان عندها ثقه في نفسها لان ما كان بيمارس الكوره الا اللعيب الموهوب ما كانش في صناعه للكوره اللعيب الموهوب بس هو اللي كان بيلعب كوره فكابتن انور طبعا كان اعجب بيا بس للاسف كان افتكرني ان انا فرقه 17 سنه انا كان عندي 17 سنه بس زمان كان ايه الشهور كان بتفرق الايام شهر 8 وشهر 9 بالظبط فانا كنت كبير 10 ايام بالظبط شهر 7 عن التيم بتاعه وكان الكابتن هاني مصطفى هو اللي ماسك فريق 19 سنه بس كان في دوره تدريبيه في البرازيل فكابتن انور ايدني في الفرقه وكابتن هاني لما جه اللعيب ده كويس وابتدت المسيره بتاعتي في قطاع الناشئين في النادي المسيره بتاعتك بدات وفي التوقيت ده هل كان معاك لعيبه في قطاعات الناشئين بقت موجوده معاك في الفريق الاول ولا كنت شايف المستقبل بتاعك ازاي انت خلاص بقيت لعيب في النادي الاول كنت شايف ازاي تلعب في الفريق الاول والاسماء اللي كانت موجوده في الوقت ده نجوم كبار جدا هو برضو يعني انا عن نفسي محظوظ والجيل بتاعي محظوظ لان كان كل قطاع الناشئين في النادي الاهلي موجود في مكان واحد في ملعب النادي الاهلي في الجزيره كلنا بنتمرن في يوم واحد وكله شايف بعضه الفرقه دي بتخلص الفرقه اللي بعدها فكان بيدينا الميزه ان اللعيبه كلها عارفه بعض بنلقي الضوء على بعض لعيبه يعني معظم اللعيبه اللي لعبت درجه اولى في اوائل الثمانينات ممكن او 79 كلهم من الجيل بتاعي يعني علاء ميهوب طاهر ابو زيد كردي الله يرحمه محمود صالح اسامه عرابي اسامه عباس كان جه علينا حماده صدقي من المنيا كان جه ايمن شوقي يعني جيل معظمه لعب ضياء السيد برضو شوبير كان موجود وفي لعيبه كتير يعني ما حصلهاش نصيب ان هي تلعب في الدرجه الاولى لعبت في انديه مصر كلها وكلهم كانوا نجوم يعني اكيد لعيبه مميزه ولكن يعني قصه وجودك في الفريق الاول واستمرارك ولعبك في النادي الاهلي من التقرير ومن المعلومات اللي عندي يعني فيها كده من الطرائف وفيها من العجائب والقدر انك تكمل لعيب في النادي الاهلي دي حقيقة وأنا دايما بقولها دايما لعيب الكورة الفرصة والتوفيق والحظ بيجي له مرة واحدة في حياته سواء في البداية أو في النهاية أو في وسط المسيرة بتاعته. فأنا من الناس اللي جات لي في البداية يعني أنا كنت خلصت مرحلة الناشئين 19 سنة 21 وبعد كده 21 إنما كانت في ميزة جميلة وحاجة جميلة كانت بتتعمل زمان دايما في الفريق الاول فريق الامل اللي هو ال 21 سنه دوت هو ده دايما العين عليه موجود فكان الله يرحمه الكابتن فؤاد شعبان كان متواجد ايام هيدوكوتي وايام كالوتشاي فكان دايما شايف الفرقه اللي قدامه شايف اللعيبه وشايف دوت فكان من وقت للتاني بياخد حمدي وبياخد اسامه وبياخد ضيا كنا بنطلع للتمرين ممكن مع الفريق الاول وممكن نقعد في التمرين احتياطي في التقسيمه احتياطي بدون تذمر احنا مجرد ان احنا بس ايه بنقعد كابتن خطيب كان موجود كابتن مصطفى عبده كابتن ثابت البطل الله يرحمه النجوم دي كلها موجوده فكنا احنا بنتمنى ان احنا نقعد بس نقعد في التمرين مفيش تذمر انما في اجتهاد كان برضو اسبوعيا بيتعمل مباراه وديه في الفريق الاول للمجموعه اللي ما لعبتش في ماتش الدوري فكانوا بيستعينوا بمجموعه من ال 21 سنه عشان تقعد احتياطي بتكمل او واحد يلعب فكان ده الحاجات دي التهيئه النفسيه للاعيب ان هو للدرجه الاولى
في طبعا ناس كانت التخطي دي كان طاهر ابو زيد من 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 بدري يعني طلع في الفريق الاول ولعيب اساسي وعلاء ميهوب. فاحنا كنا من 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 الحاجات دي فرقت معانا طبعا كتير. ومع التقرير الكابتن فؤاد شعبان كان بيكمل دي. بس هنروح بسرعه لاهلي الشيخ زايد نشوف تقديمه الحفله ونرجع نتواصل. عمر ربيع ياسين معاك الميكروفون. مساء الخير على كل اعضاء النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. مبسوط ان انا موجود مع حضراتكم. انا اسمي عمر ربيع، يعني ابن من ابناء النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم فخور ان انا موجود وسط اعضاء النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. ان شاء الله يكون الحفله تليق باسم النادي الاهلي وتليق باعضاء نادي الاهلي فرع الشيخ زايد. طبعا شركه بريزنتيشن يعني بمرور او احتفال بمرور 25 سنه على فرع نادي الاهلي مدينه نصر، فقررت ان هي تحتفل بالفرع واقامت حفله. فبالتالي يعني شركه بريزنتيشن قالت لا، لازم لكل فرع يكون في حفله علشان ما نتعبش الاعضاء. فرع الشيخ زايد ما يروحوش مدينه نصر، فرع الجزيره ما يروحش مدينه نصر. وبالتالي طبعا بنشكر الاستاذ محمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن على المجهود اللي عملوه في خلال الثلاث ايام. زي ما حضراتكم شايفين كل حاجه على اعلى مستوى. كمان الواحد وهو موجود في النادي الاهلي هنا فرع الشيخ زايد يعني حاسس يعني بفخر كبير جدا. النادي الاهلي يعني منشاته على اعلى مستوى. دايما الاهلي في اي حته وفي اي مكان بيكون رقم واحد. شايفين بسم الله ما شاء الله الخدمات اللي موجوده والانشاءات اللي موجوده والانشاءات اللي هتكون كمان موجوده ان شاء الله الفتره اللي جايه. نشكر مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب وكل مجلس الاداره كل القائمين على العمل. وان شاء الله اكيد زي ما حضراتكم عارفين الفتره اللي جايه هيكون في خطه في الانشاءات، وان شاء الله يكون في طفره كبيره جدا وقويه جدا في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. طبعا احنا يعني متعودين زي ما قلت لحضراتكم الاهلي يبقى رقم واحد. فوجودي مع حضراتكم النهارده هو شرف ليا. النادي الاهلي هو ليه فضل علينا كلنا. عليا وعلى اي حد بينتمي الى النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم عارفين ان اي حد اسمه بيبقى موجود جنب النادي الاهلي فهو فخر وشرف كبير جدا. طبعا يعني هنا النادي الاهلي فرع الشيخ زايد اللي هو سياده اللواء محمود الفيشاوي والشغل اللي موجود وكل الادارات اللي موجوده، الاداره التنفيذيه، اداره الخدمات، اداره الامن، النشاط الرياضي، كلهم قائمين على راحه حضراتكم وعلى تقديم خدمه تليق باعضاء النادي الاهلي. الواحد بصراحه هو موجود يعني حاسس ان يعني مبسوط. الواحد يعني يمكن انا موجود جنب حضراتكم هنا وموجود ساكن في الشيخ زايد، النادي الاهلي يمكن جنبي، فلما الواحد بيكون موجود يحس ان لا الحاجه فعلا تستاهل، او النادي الاهلي فرع الشيخ زايد يستاهل كل الكلام اللي بيتقال عليه. والمرحله الاولى بس يعني كل ده اللي حضراتكم شايفينه ده لسه في شغل كتير جدا جدا. ان شاء الله هيكون في المزيد والمزيد من النجاحات اللي جايه في الفتره اللي جايه. لكن يعني مش هطول عليكم، لكن ان شاء الله تستمتعوا بالحفله اللي شركه بريزنتيشن يعني مقدماها لينا هنا. وزي ما قلت لحضراتكم ثلاث حفلات في الثلاث فروع مدينه نصر والجزيره وختاما في فرع الشيخ زايد. ان شاء الله تكون حفله يكون ختام كويس للويك اند. وبكره ان شاء الله نستعد للمدارس. ان شاء الله حفله تكون تليق باسم النادي الاهلي وفرع الشيخ زايد واعضاء. اشكركم شكرا جزيلا. اهلا بكم من جديد. نتمنى طبعا لاعضاء النادي الاهلي في مقرات النادي الاهلي ثلاثة طبعا الاحتفال باليوبيل الفضي لنادي اهلي مدينه نصر. طبعا ثلاث احتفالات، الاحتفاليه الاولى بمدينه نصر مع احتفاليه الجزيره بالامس، ثم النهارده احتفاليه الشيخ زايد. يعني كل الاعضاء طبعا بتحتفل بشكل مميز جدا، احتفاليات رائعه جدا اكيد. يعني بدون القاب كده الاستاذ محمد كامل كده يعني كان محضر حاجات كتير، وعايز اقول لكم لسه في مفاجات كتيره جدا مع النادي الاهلي. لكن يبدو ان الايام المقبله ايام سعيده، وحط تحتها خط سعيده جدا. ارجع تاني معاك كابتن حمدي والحديث عن القدر. وقلت لي تحديدا ان كل واحد بيجي له الحظ مره، ممكن يجي لك في الاول في الاخر، لكن انا الحظ ابتسم لي بدري من خلال الكابتن فؤاد شعبان لما كان بيبص على فريق
الأمل. بالضبط، هكمل كلامي طبعا. في التوقيت اللي احنا خلصنا الدوري بتاع 21 سنة، كان دوري يعتبر دوري جمهورية لأنه هو كان مقتصر على الفرق الممتاز بس. فكان حصلت لي إصابة في دورة التصفية، والإصابة الوحيدة اللي جات لي في حياتي يعني. أنا لما لعبت درجة أولى الحمد لله يعني ما كانش في إصابة، هي دي الإصابة الوحيدة اللي جات لي في حياتي. وكان الدوري انتهى خلاص، وخلاص يعني مرحلة ال 21 سنة، يا هتطلع الدرجة الأولى يا هتروح نادي تاني. أنا كان يعني بالنسبة لي ما عنديش رؤية إن أنا أروح ألعب كرة تاني. يعني أنا خلصت في النادي الأهلي، خلصت أنا لعبت وشبعت، والإصابة بقى جت وقعدت في البيت. فبالصدفة كده لينا مستحقات البطولة بتاع اللي احنا خدناها في ال 21 سنة، يا ابني تعالى خد المستحقات بتاعتك. فقلت لهم حاضر، فروحت النادي فلقيت اللعيبة طبعا فرقة ال 21 سنة كلها تقريبا موجودة، كله دايما بيبقى موجود مستني مين اللي هيتأيد، مين اللي هيصعد للدرجة الأولى. فلقيت اللعيبه، انت فين يا ابني، انت مختفي ليه، احنا بندور عليك. لكن في تليفونات طبعا، لا في البيت ولا موبايلات يعني. الكابتن جوهر عايزك، في الكابتن جوهري وكان الكابتن زيزو مدير كوره وقتها. دخلت الكابتن جوهري ما كانش يعرفني، فقلت له انا حمدي ابو رادي. قال لي هو انت حمدي ابو رادي، انت فين، انت فين؟ قلت له موجود في البيت. وقال لي الاصابه عامله ايه رجليك؟ قلت له يعني الحمد لله سليمه، خفت يعني كانت. فقال لي انت معانا موجود فتره الاعداد، وكنا فتره الاعداد هتبتدي حوالي 10 ايام، بعد كده هنسافر المانيا. فقلت له حاضر يا كابتن. فخرجت اللعيبه، كابتن جوري كان عايزك ايه، في ايه؟ قلت لهم كذا كذا كذا. قال لي ايام، فكل بتهريج طبعا. هو انت اللي مش في دماغك وانت قاعد في البيت ولا همك ولا بتاع، انت الوحيد اللي تتأيد وتطلع الدرجه الاولى. فدي كانت البدايه بتاعتي موجوده. ويمكن الكابتن زيزو من وقت للتاني اما بقعد انا وهو بنفتكر البدايه، وازاي كان هو والكابتن جوهري حكموا على حمدي ابو رادي. واضح يا كابتن، واضح جدا في شخصيتك وفي هدوءك اللي انا شايفه وفي سردك للاحداث. انت ما كنتش حاسبها يعني، لما رحت لعبت في النادي الاهلي رحت شيك منسق للناشئين، من اول 10 دقائق بتقدم كورتك، تعال انت معانا، خلاص انا لعيب في النادي الاهلي، كملت لعبت 21 بقى، تطلع تقعد في الفريق الاول، اصابه خلاص قعدت في البيت، لا بتلح ولا بتروح ولا بتيجي، شايف ان انت ثقتك في مكانتك كبيره جدا، شايف ان في تعزز وتعفف انك تسال حتى انا مصيري ايه، عندك قناعه انك خلاص لو وقفت لغايه هنا انت شبعت كوره وانت لسه في بدايه حياتك. ليه النمط بهذا الشكل في بدايه حياتك؟ وهل اتغير بعد كده؟ لا همشي معاك واحده واحده، لكن ليه النمط تحديدا في هذا التوقيت بهذا الشكل وبهذا الهدوء اللي لسه موجود على وشك حتى هذه اللحظه؟ يعني هقول هو يعني طبيعه من عند ربنا. الواحد دايما بيبقى هادي يعني، ما فيش تسرع. دم حامي، بس الدم حامي بيني وبين نفسي، ان انا بفكر في اكتر من موضوع، في اكتر من فكره ازاي تيجي، انما برضو في الاخر عندي قناعه ان لو ربنا عايزها هتيجي هتيجي تمام، فما فيش الحاح عليها. ف زي المثل اللي بيقول لك الحاجه اللي انت مش عايزها بتجيلك، الحاجه اللي بتلح عليها ما بتجيلكش تمام. فهي دي يمكن وبقت يعني طبيعه موجوده فيا، مش ما يعني ما اكتسبتهاش او جبتها من هنا او من هنا، فلحد دلوقتي يمكن انا ماشي بيها يعني. ماشي بيها والحمد لله. اللي بتتمناه ربنا بيحققه لك. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. البدايه بقى جلسه مع الكابتن محمود الجوهري، هتطلع معانا المانيا. التيم كان مين وقتها؟ التيم يا رب بس ايه ما انساش حد يعني، هو دول الاسامي اللي اقولها جهابزه في الكوره كلهم تمام. يعني من البدايه كده من حراسه المرمى، كابتن ثابت الله يرحمه، الله يرحمه، كابتن اكرامي، شوبير، الخط الظهر
كابتن مصطفى يونس كان موجود، يعني انا لعبت جنب كابتن مصطفى يونس، لحقته اه لعبت، وماهر همام، ربيع ياسين، محمود صالح، حسام البدري، مختار مختار، رمضان السيد، محمد عامر، زكريا ناصف، انا بقول الكبار انما ما بقولش اللي في سر اللي في سني يعني. وكان انت بقى رايح تلعب مع دول، يعني انت خلاص بقيت جنب دول ولعيب معاهم، وده حمل تقيل قوي. الاسماء دي يعني في التوقيت ده انت كنت بتبص لها ازاي؟ لا ما هو هي في ميزه بقى، يعني النادي الاهلي مختلف عن اي مكان تاني، ويمكن ده سبب من الاسباب ان انا بعد ما مشيت من النادي الاهلي وكان اتجاهي رايح فرنسا كنتش بعت كوره. فالوقت السنتين اللي انا لعبتهم بعد النادي الاهلي وانا شبعان كوره. الميزه اللي كانت موجوده ان اي ناشئ كان بيطلع مفيش حد كبير وصغير، كبير وصغير ده في الاحترام، احنا الكبير بيحترم طبعاً. الصغير والصغير طبعاً. بيحترم الكبير، انما محدش بيقلل من موهبتك ومن قدرتك، بالعكس مهامات محفوظه لكن الموهبه كل على القدر، بنتعامل بموهبتنا وكله بيساعد. الكبير بيساعد الصغير، كابتن خطيب يعني، كابتن مجد عبد الغني، كابتن مختار، بيحتضن اللعيب الناشئ اللي لسه طالع، ويبقى بيبقى محتاج توجيه في في الملعب، في التمرين، في المباريات. كابتن مصطفى يونس، يعني كابتن مصطفى يونس انا فاكر اول ماتش يمكن لعبته كان الاسماعيلي في اسماعيليه، كابتن مصطفى يونس كان بيلعب وهو الوحيد كان بيوجهني، يعني لما هو خايف على مصلحتي، مش 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 هو كابتن الفرقه يعني او في سيطره، خايف على مصلحته، عايز اظهر بالمظهر الكويس، فكان التوجيه ده مهم جدا معايا ومع غيري. فهي دي الميزه، فاللعيب الصغير كان بيطلع بيلاقي مكانه، وكان برضو من حظنا الكويس الله يرحمه كابتن جوهري كان موجود، ان احنا طلعنا على ايديه، لان احنا ما طلعناش من ال 21 سنه ولعبنا في معترك، لا احنا قعدنا موسم كامل بنتمرن مع الفرقه ورا الجون حديد اعداد، واخد الانطباع وواخد نفس الفرقه وشايف الاداء قدامك بالظبط، داخل بشكل خدت تمهيد. فكان الوقت التوقيت اللي الكابتن جوهري كمان بيختاره للعيب، مجرد ما حمدي لعب بيبقى اساسي ما بتشالش تاني. فدي كان برضو من حظنا الكويس. فاحنا انا بقول لعبت على الكابتن حسام بدري، لعبت مع الكابتن حسام وبعد ما بطل انا، لا الكابتن حسام ما قعدش مع مش حمدي اللي قعده، كابتن انا لعبت جنبه معاه، وكان ساعات انا بلعب سيرد باك او باك رايت، وهو ساعات بيلعب سيرد باك او باك رايت، وانا في الاساس يعني اول تعتبر تاني مباراه لي كنت بلعب باك ليفت، لان انا طالع بلعب باك ليفت. ممكن برضو المباراه اللي انا لعبتها ويمكن كانوا في التقرير جايبينها، كان مباراة الترسانة كنت بلعب باك ليفت، كابتن جوهري وكابتن زيزو، فجايبين الكاميرا عليهم وهم بيضحكوا. المباراة دي انتهت 4-0، أنا جبت الجون الرابع من نص الملعب، كان أحمد ناجي الحارس بتاع الترسانة. فالناس بتسأل كابتن جوهري وكابتن زيزو بيضحكوا ليه؟ يعني ما هي العملية مش عملية تريقة، هم الموقف، لان المباراه دي كابتن احمد ماهر كان موجود الله يرحمه، مساعد للكابتن جوهري، تمام، وكابتن جوهري من الناس اللي بتشور، فبيقول له قبل المباراه ايه رايك ان لاعب حمدي الماتش اللي جاي دوت، فكابتن احمد ماهر يعني ايه من نوعيه ما يحبش يتحمل المسؤوليه فقال له لا حمدي، ما ادلوش رد قاطع، ما يبقاش لا هو يبيع نفسه على المسؤوليه فقال له لا حمدي لا ده صغير ممكن يبوظ الدنيا ويهدل لنا الدنيا، والترسانه كان طبعا شوكيش، فالكابتن جوهري مجرد انه بياخد الراي والحوار دوت الكابتن زيزو عارفه. فطبعا لما جبت الجول وكنت بلعب باك ليفت كويس، فجات الكاميرا عليهم هم بيضحكوا وبيبصوا للكابتن جوهري، قال الكابتن احمد ماهر يعني انا اهو الصغير اهو فيعني كانت من الناس اللي اعتبر نفسي من الناس المحظوظه ان انا بدايتي مع الكابتن جوهري والكابتن سيسو. يعني سفر طالع المانيا معسكر الفريق الاول، دي كانت
يعني اول سفريه ولا سافرت مع الاهلي بره مصر قبل كده؟ لا دي كانت اول سفريه ليا بره مصر. ليها طبعا هيبتها. اه طبعا ليها هيبتها. فاكر حضرت لها ازاي؟ سافرت ازاي؟ حضرت هدومك ازاي؟ لا بص هو يعني ايه الخضه طبعا اول مره تسافر. دي اللي انا عايز اسمعها منك ليه؟ لان من اول ما قعدت وانت بتتكلم رحت النادي الاهلي طلعت في الاول مش شايف لك خضه، انا عايز اشوف فين الخضه. هنا اول لفظ طلعه الخضه وكان في رهبه شويه للسفر رايح المانيا مع النادي الاهلي. الخضه ان اولا مسافر راكب طياره لان إيه انت راكب طياره مش 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 راكب اتوبيس او راكب قطر يعني. دي الخضه الاولانيه. طبعا دي فتره اعداد لازم اكون اظهر بمظهر كويس طبعا لان كان في بعض اللاعبين يعني قعدوا في مصر ما سافروش فتره الاعداد معانا المانيا، انما هم على 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 القوه قوه الفريق الاول ممكن يتايدوا ممكن حمدي اخفق بالظبط فيبقى فلان الفلاني يبقى بدل حمدي. فهي دي كانت الخضه. هي الكره طول عمرها كده فرصه طبعا. طبعا هي دي يمكن الخضه، انما مش الخضه ان انا ده الاختبار الكبير يعني. بالظبط كده. فالحمد لله يعني اديت فتره اعداد كويسه. ويمكن الكابتن زيزو من فتره كده قاعد بدردش معانا وهو فسرد الحكايه دي وقال لي انت فاكر، وكان في حد قاعد موجود معانا يعني فبيحكي على موضوع المانيا بيقول له على على حمدي وشخصيته. كان في فتره الاعداد كان بيجي هدايا للكابتن زيزو فحاجات كريستال. المهم يعني جمع الحاجات دي وقال لك نعمل مسابقه فان كده في على ضربات الجزاء. ثلاث حراس بقى، كابتن اكرامي وكابتن ثابت وشوبير ومسابقه على ضربات الجزاء. فلقاني وانا بشوط ضربه الجزاء على ثابت او اكرامي بدون عصبيه وبدون قلق وبدون خوف. ويمكن طلعت الثاني فيها، كان كابتن الخطيب افتكر يعني طلع رقم واحد وانا طلعت الثاني. فحتى بيقول لي احنا حكمنا على شخصيتك من ضربات الجزاء وانت داخل بهدوء وبتحطها ده بترمي ده هنا وبتحطها هنا وبهدوء بدون عصبيه وبدون فرحه وبدون بتاع. فدي حكمنا عليك فيها على شخصيتك اللي بنينا عليها ان انت لعيب تقيد في الفريق الاول. دي كان الاعتماد وكانت النقطه. اقف عند النقطه دي واروح للتليفون وهرجع اكمل مع حضرتك، لكن خلينا نرحب بالكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لشباب الاهلي ومباراته النهارده مع الجونه وكلام كتير جدا. لكن اولا برحب بيك كابتن عادل، تحياتي وتحيات الكابتن حمدي ابو راضي. صوت وحشنا كابتن، ريت الصوت يا جماعه كابتن حمدي مش سامع. وحشنا كابتن ومنور، وطبعا يعني وجودك في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اضافه كبيره جدا وفي ثمار الفتره اللي جايه كتيره. لكن مباراه النهارده مختلفه ومعاك نجوم كبار من الفريق الاول. شوف يا كابتن ايهاب، انا اقول لك حاجه مهمه. اولا كابتن حمدي سمع ولا لسه؟ كده كابتن حمدي معاك سمع وبيرحب بيك. سمع عشان امس عليه يا حبيبي كابتن حمدي. ازيك يا نجم يا كبير؟ والله كابتن حمدي كان من افضل الدكاتره اللي شفتهم. بص على صغر الحجم بجد يعني، كان الجسم مش طويل ولكن كان كل حاجه فيه كويسه. اوقات كان من اجمد الناس تكنيك الشوط في كان في مصر بتاع، كان هو كابتن خالد عبد الله رغم ان ما كانش بيتعزمه في الكوره ولكن الاثنين كانوا في الشوط جامد. دي حقيقه يعني. ارجع بقى اتفضل يا كابتن. بص يا عارف الموضوع ان احنا هدفنا الاول مش البطوله. وهدفنا الاول مش المباريات للمباريات فقط، هدفنا ان احنا البطوله الحقيقيه ان احنا نطلع للنادي الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه نساعد الفريق الاول في تجهيز اللاعبين اللي متواجدين في الفريق الاول. فانا في الوقت الفريق الاول بيطلب مني ان انا
ينزل لعيبة في أي وقت. يعني أنا امبارح اللعيبة اللي نزلوا لي امبارح، لكن في أي وقت نادي الفريق الأول النادي الأهلي يحتاج إنه يجهز لاعب، يعني ينزلوا لي يجهزوا له، علشان محتاجين احنا في العاصمة الأهلي الأيام الجاية. عندنا بطولة أفريقيا إن شاء الله ربنا يكرمنا وناخدها، عندنا البطولة العربية هنشتغل فيها، عندنا السوبر المصري السعودي، عندنا مباريات مؤجلة في الدوري كتيرة قوي، فيجب إن كل اللعيبة تبقى جاهزة. فأنا بتجهيز بعض اللاعبين اللي هم الجهاز الفريق الأول بيعوزه لأن أنا شغال للفريق الأول وليس للفريق الثاني. طبعا كم لعيب يا كابتن معاك في هذه المباراة من الفريق الأول؟ أنا نزل معايا ثلاثة، نزل ياسر ريان، نزل زكريا، تمام، نزل أحمد الشيخ ومحمد الشريف، نزل سردار، نزل أحمد ياسر، تمام. والحاجة الثانية هو كابتن طبعا باتريس كارترون اشاد في المؤتمر الصحفي وقال ان انا كنت بتكلم مع مؤمن امبارح وهو اللي طلب يكون موجود ويتجهز النهائي الافريقي، فدي حاجه طبعا كويسه. وطبعا في نفس الوقت حضرتك بتقول احنا يعني اهداف كتيره قدامنا وهدف البطوله برضو موجود في الاعتبار عشان الناس ما تفتهمش الكلام غلط، ولكن في اهداف اخرى كتيره جدا بنحققها. فاكيد مشاركه اللعيبه الكبار معاك في فريق الشباب حاجه مميزه جدا عشان يكونوا جاهزين للنهائي الافريقي. الهدف من قطاع التشكيل كل انديه العالم. الصوت طبعا مش واضح، هو اكيد هيكون معانا تاني. هو المباراه انتهت كام؟ 1-0. 1-0. انا لو جاي تاني عايز لا اتكلم معاه طبعا، لان اتفرجت عليه شويه قبل ما انزل. يا ضرب الجزاء جابها الكابتن مؤمن انا زكري. لا شفت ده، لا ده انا اقول له على حاجه تانية. طيب ارجع تاني كابتن عادل. بص يا هاب اقول لك حاجه مهمه جدا لازم نتكلم فيها. تمام. قطاع التشكيل في العالم الهدف الاول ان يوفر المال ويوفر اللاعبين للفريق الاول. تمام. رقم اثنين، احنا النادي الاهلي وان وي يحتاج نكسب بطولات. لازم نعود لاعبتنا على البطولات، ولكن الهدف الاسمى ان انا اشتغل للفريق الاول، انا الاول في الدوري. انا الجمله دي بس كان نفسي اسمعها عشان البعض ما يفتكرش كلمه حضرتك في البدايه دي، يعني حضرتك فهمتني. لا انا فاهم، ولكن بص اقول لك حاجه. اتفضل. احنا عاملين مشروع، وده بس كابتن القطيب هو اللي فكر في الفكره واداني المهمه دي، ان احنا عاوزين نساعد لاعبين للفريق الاول، وده الهدف الاسمى لينا. تمام. انت فاهم؟ الهدف الثاني الاستثنائي ان احنا كمان نجهز لاعبين الفريق الاول اللي هم ممكن يكونوا بعاد عن اللعب في الحته في الاصابه، حته ان هم يكونوا انتحار فنيه مثلا، الخارج عايز يديهم وقت اكثر، يديهم مساحه اكبر للعب عشان يجهزوا لاي وقت. انا كنت بكلمك ان احنا مش بنشتغل لفرقتنا بس، احنا بنشتغل للفريق الاول، رغم ان انا عندي 5 لاعبين طلعوا الفتره اللي فاتت للفريق الاول ولعبوا مباريات وديه مع الفريق الاول، و5 قبلهم طلعوا، يعني فرقتي جاهزه لاي وقت تفوت اي مباراه في الدوري، اي لاعب في الوقت الحالي ممكن يطلع وهيأدي، وهيأدي زي اللعيبه اللي فوق متواجدين فوق بالظبط، يعني ان شاء الله. يعني احنا الهدف شغالين فيه. انا كنت بقول لك ان احنا حاجه جميله قوي ان النادي الاهلي يسعى ان هو يعمل جيل اخر ويعمل فرقه اخرى، ودي كانت الفكره الكابتن محمود الخطيب اتكلم فيها وقال ان احنا عندنا كنز كبير قوي في النادي الاهلي، وهو كنز الناشئين، مش فرقه ال 97 بس، لكن كل القطاع بالذات الكابتن فتحي المفروض كله بيدعم النادي الاهلي وكله شغالين للفكره دي بس. يعني القطاع مختلف وشايفين في اداء كويس، واكيد حته نزول اللعيبه دي بتبقى بالتنسيق بين حضرتك وبين الجهاز الفني للفريق الاول. لكن كابتن حمدي ابو راضي عايز يتكلم مع حضرتك. اتفضل يا كابتن. اتفضل. كابتن عادل ازيك الاول؟ اهلا كابتن حمدي. انا ببارك لك النهارده على الفوز النهارده. انا اتفرجت على الشوط الاولاني وشويه من الشوط الثاني،
بس انا عايز تاكيدا لكلامك ان انت فعلا في مشروع وفي هدف انت شغال فيه واحنا شغالين فيه، وان شاء الله ربنا يوفقنا. بالنسبه لنقطه تجهيز اللاعبين، انت عملت حاجه النهارده رائعه رائعه رائعه. ضربه الجزاء الاولى اللي جت ومؤمن بيشوطها، وعلى فكره وهو بيشوط انا قلت انها الكره دي هتتصد، وضع طبيعي واتصدت فعلا. جت ضربه جزاء بعدها ثانيه لقيتك قلت مؤمن اللي هيشوط دي. دي 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 عايز اقول لك حاجه، اصل دي مش اي مدرب يقدر يفكر فيها. في مدرب بيفكر في الثلاثه بونت، ما بيفكرش في حته التجهيز للفريق الاول. انت بتشتغل للنادي ما بتشتغلش لنفسك، فانا بحييك عليها وانا مبسوط جدا جدا. ويمكن كنت بتمنى اعمل حساب ان انا هكلمك في التليفون بالليل لما اخلص، انما ربنا عشان دايما بيحبني يعني فجابك على التليفون معايا. الله يخليك، الف مبروك. بص يا كابتن حمدي، كلامك مظبوط طبعا، لانه في حاجه مهمه لازم احنا بنفكر فيها في الوقت الحالي. انت عارف ان ارقام اللاعبين واثمان اللاعبين بقى مبالغ فيها في مصر، وبقى تبالغ فيها في العالم كله. فعلا. فاحنا في الوقت الحالي لازم نجهز لاعبين كان موجودين عندنا، لاعبين في القطاع، وانا بقول في القطاع كله لان مش فرقه ال 97 بس اللي بتطلع، القطاع كله بيطلع اللاعبين وبيدوني لعيبه، علشان لما بنحتاج لعيبه من الاصغر. انا النهارده الكمال في الدوري عندي واللي انا مبسوط منه ان انا مش بلعب 97 وبس، عشان كده بقول ان انا بجهز حتى كمان عندي لعيبه 2001 في الملعب، عندي لعيبه 2000 في الملعب، عندي لعيبه 96 في الملعب. دي كلها اعمار اصغر من اللعيبه اللي بتنزل من الفريق الاول في الفرق الاخرى. تمام. كلهم بيبقوا 97 و98، ولكن انا لا ابالي الا اللاعب الكويس اللي احنا عايزين نطلعه للفريق الاول. فبقول فرقه ال 97 وفرقه الشباب تحت رايه الفريق الاول، ودي المشروع اللي كابتن الخطيب عمله السنه دي، ان احنا نبقى خاصين مع الفريق الاول، احنا كيان واحد مع الفريق الاول. الفريق الاول بيستخدمنا كما يشاء، وهو ده الهدف منه، ان احنا نساعده في كل اوقاته وحتى في ضغط مبارياته، حتى في تجهيز لاعبته. اي وقت الفريق الاول بيطلب مننا طلب احنا بنلبيه، لان هي دي شغله الفرقه اللي هي بتبقى تحت الفريق الاول. ده الهدف الاولاني منها، ان هو يطلع له لعيبه وكمان يجهز له لعيبه، وبالتنسيق مع التواجد وبالتنسيق مع الكابتن. رائع، ده كله رائع. بس انا برضو عايز اشيد هنا بالكابتن حمدي ابو راضي بقى، لانه كعادته كده اقتنصها وشاطها. مهما حضرتك تتكلم لا يمكن كنت هتشيد بنفسك ولا تقول ان انا بجهز لاعب فديته بدل ضربه الجزاء اثنين عشان اوقفه. انت قلت الجمله عريضه بس البعض ما ياخدش باله من المشهد ده، لكن الكابتن حمدي ابو راضي حط ايده على الحته اللي تبرهن على كلامك كله كبرهان وكنتيجه. واللي انت صعب كمدير فني كبير واحد من ابناء النادي الاهلي الكبار مش هتقول اصل انا عملت كذا وكذا وكذا، لكن هي واضحه كده طبعا، واضح الدور اللي بتعملوه. بس يعني هل واضح اللي في تعاون من اللجنه الفنيه معاك ومعانا الكابتن حمدي ابو راضي، ولا ده ما بيحصلش بتطلب منهم حاجات؟ وانا عارف ان انت عينك حلوه قوي يعني. لا لا اكيد. بص انا عايز اقول لك حاجه، عارف انا احب اهدي النفوس. لا بص انا هقول لك حاجه، الناس اللي شغاله في النادي الاهلي بكلمك بجد كلهم بيجيبوا كويس، بيجمعهم حاجه واحده. بيجمعهم حب النادي الاهلي، وده المختلف عن جميع الانديه. تمام. لما الحب بين الناس بيروح، بكلمك بجد يعني، تلاقي الاداء سيء، فتلاقي كل الناس العابدين في النادي الاهلي كلهم بيشتغلوا للنادي الاهلي حب. ليه؟ لرد جميل النادي الاهلي علينا كلنا. كابتن حمدي ابو راضي لعيب كبير ونجم كبير، وكل لعيبه النادي الاهلي. ايوه يا كابتن، بيوفروا لك طلباتك؟ طبعا. ايوه. يعني عايز اقول لك حاجه، كل اللاعبين اللي بيحنا بنجيبها وبنشوفها، ما هم اللي بيبعتوها لنا، هم اللي بيدوروا عليها وهم اللي بينقبوا عليها. لكن انت برضه ممكن كده وانت ماشي تشوف حد تبلغهم كده كتيمي يعني، تقول لهم في كذا. اكيد. بس انا عايز اقول لك حاجه، الناس بتوع اللجنه الفنيه دول لعيبه كانوا جامدين قوي. طبعا. يعني فيهم علاء ميهوب، يعني علاء ميهوب ده من اللعيبه اللي هم عاوز اقول لك اللي قلما يتكرروا في الكوره في مصر. يعني لاعب علاء ميهوب كان لاعب الوقت الحاضر في المستقبل، يعني كان سابق فعلا،
ده سابق في كل حاجه. فعلى ما يكون برضه عينه كويسه كابتن حمدي ابو راضي، بقيه الناس اللي شغاله معاهم عينهم كويسه، وان شاء الله التعاون. ما انا قلت لك اللي هي ايه، احنا كلنا بنكمل بعض كله لرد جميل النادي الاهلي في الوقت الحالي. يعني اي واحد النادي الاهلي بيطلب منه انه يساعده انه يشتغل في بيشتغل بحب. لما نادرا لو لقيت اي حاجه من غير حب تلاقيها مش ماشيه كويس، ولكن الحمد لله كله ماشي زي الفل. بيبعتوا الحمد لله كله ماشي بالحب وبالود وبالاحترافيه وبالاحترام. بالاحترافيه الاول خلي بالك، احنا نادي الاهلي نادي كبير، ما يمشيش بحب بس، بيمشي باحترافيه. يعني ما بعديش انا، ها ما بعديش اصلي. لا لا، بالاحترافيه الاول، ولكن بالاحترافيه مع الاحترام طبعا. هو النادي الاهلي وضعه من اول من 1907 الى الان طبعا كلنا ماشيين بسيستم واحد، وان شاء الله كله هيبقى زي الفل. توفيق يا كابتن عادل، وانتوا كلكم بتأدوا اولاد النادي الاهلي، وطبعا وجودك في قطاع الناشئين مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. ان شاء الله المشروع الكبير اللي بيقوده الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ولجنه الكوره واللجنه الفنيه والمدربين الكبار وابناء النادي الاهلي يؤتي ثماره في الفتره اللي جايه. اعتقد ده كلام مهم نعقب عليه قبل ما نرجع نتكلم في اللي احنا كنا بنتكلم فيه. طبعا انا بحييك على المداخله اللي عملتها معاه، لانها فارقه. هو تدلل على حاجات اتكلم، لكن حضرتك سهلت القصه تماما عشان نوضح الامور. دي حقيقه. ده يعني انت لو كنت تابعت الماتش وضع طبيعي، اي مدرب انا يعني تخيلي اي مدرب غير عادل عبد الرحمن في الموقف دوت، لان معظم المدربين بيشتغل لصفته الشخصيه قبل اي شيء تاني. مظبوط، تهمه. مظبوط. اي واحد مكان عادل عبد الرحمن كان ممكن مؤمن غير موفق فيها في ضربه الجزاء، مع ان الشوط الاولاني انتهى 0-0 تمام، وضربه الجزاء جت ومؤمن مجرد ان هو بيشوط، انا قلت ان هو الكره هتتصد. اي ضربه الجزاء الكره هتتصد. وفعلا اتصدت. يمكن يعني اشوف حتى مؤمن فرحته بالهدف. يعني ما تقالش ان هو بيلعب تحت بالفرحه دي كلها، يعني ثقته في نفسه. انا تخيلت ان مؤمن مع بيلعب في الفريق الاول بالظبط، ماتش في الدوري بالزبط. في الدوري بالزبط. انما انا برضه هقول ان عادل عبد الرحمن هو يمكن السبب الرئيسي فيها، ان وضع طبيعي لو عادل بيفكر في نفسه ما كانش خلى مؤمن يضيع، لان الكوره اللي ضاعت ضربه الجزاء الاولى كانت بقى انا بقول لك ايه، ان الكوره هتضيع، لان واضحه جدا جدا ان هو داخل يضيع. يعني انا مبسوط بقى ان من كلامك ده ان يبدو ان اللجنه الفنيه مش بتبص بره بس، ده كمان بص جوه كويس. يعني بص جوه كويس، كلامك معايا باين جدا ان انتوا متابعين بره وجوه، مش بتبصوا بره بس. دي حقيقه. ده يهمنا جوه قبل بره، لان جوه ده ابننا موجود تحت ايدينا، فلازم يبقى في متابعه مين اللعيب اللي ممكن يتواصل للدرجه الاولى ويبقى متواجد، فلان وفلان وفلان وفلان. فاحنا الناس بتوعنا اللي جوه حافظينهم الحمد لله تمام. ربنا بيقوينا على اللي بره بقى، هو دوت. لكن يبدو هي ضربات الجزاء اللي بتعيد الثقه وبتكتب التاريخ وبتنقل اللاعب من مرحله لمرحله، وده اللي توقفنا عنده لما قلت لي ضربه الجزاء رحت بشوطها بهدوء، الدنيا بقت كويسه، وقالوا لي بس انت عندك هدوء اعصاب تصلح تكون لعيب في الفريق الاول. الف مبروك، انت موجود في الفريق الاول بالظبط كده. ويمكن هم يعني حكموا على الشخصيه، يعني لعيب الكوره اصل لعيب النادي الاهلي مش مجرد موهبه، انه راجل حريف سواء بهيدرز كويس او شوتينج كويس او سرعه، لا الشخصيه مهمه، لانك انت بتعيش في مجتمع النادي الاهلي. لعيبه احنا كنا بنقعد في البيت اكتر ما بنقعد في النادي، اكتر ما بنقعد في بيوتنا بالزبط. في الاعياد ما كناش بنعيد، كنا بنعيد مع بعض في افريقيا طبعا. هنا وضغوط يعني المباريات ومطلوب منك البطوله، فالشخصيه مهمه. لو الشخصيه ما تصلحش في مجموعه النادي الاهلي هيبقى الوضع مش سليم يعني بالزبط. فالحكم على الشخصيه والتعايش، لانك كل انك انت شخصيه يبقى عندك فكر، يبقى عندك ابداع، فكرتك
المدرب بيديك حاجه وانت عندك جانب ابداع تاني بتزود طبعًا عليها طبعًا. هي دي الشخصيه. الابداع تواصل مع النادي الاهلي كم موسم؟ من موسم 81 لحد 88 88 89 كان ده اخر موسم ليا كان مستر فايتس اللي موجود. كنت رايح فرنسا بعدها ورحت فرنسا وقبل يمكن لان ليا اخويا كان بيلعب في الاسماعيلي على فكره وهو قاعد في فرنسا لحد دلوقتي وهو اللي كان جايب لي العرض ورحت وقبل ما اروح كان عبد الله علي حسن الله يرحمه رئيس نادي الاتحاد يعني صداقه شخصيه هو كان المستشار بتاع المهندس حسن ابو الفتوح رئيس نادي الزمالك في المهندسين وقال لي تعالى تقعد معاه وقعدت فعلا انا وهو والمهندس حسن ابو الفتوح وقال لي تيجي الزمالك قلت له بص انا مسافر فرنسا لاخويا وهلعب في فرنسا لان انا خلاص انا ايه يعني شبعت كوره يعني مش عايز العب يعني فقال لي لا انت طب روح اجازه طب ادينا التليفون بتاع اخوك هناك وعشان يبقى في تواصل وعشان وفعلا اديتهم التليفون بتاعه وكان بكلام بقى ايه تيجي ففي الاخر قلت لهم لا يعني مش كان صعب بالنسبه لي يعني. بس ما تحركش الناس تقول لهم انا هبقى بره لكن لقيت الناس متمسكين اضطريت تقول رد قاطع يا جماعه انا صعب العب لنادي الزمالك بالظبط كده ففعلا وكان حصل بقى الظروف ان انا الوقت كان وقت غير طبيعي في كان في النادي الاهلي كان مجلس اداره كان استقال يعني حاجات من دي يعني امور اداريه فعطلت الاستغناء فاضطريت ارجع وانا في المطار جاي كان كابتن جمال عقاد قابلته انت فين انا كنت في فرنسا جاي وبتاع ايه تيجي المقاولين قلت له ماشي ما ورحت نادي المقاولين فيمكن اول سنه اول موسم ليا في المقاولين ده كان كاس مصر ولعبنا بطوله افريقيا وكان اول كاس مصر برضو نادي المقاولين يعني كان وشي حلو عليهم الحمد لله يعني وشك حلو عليهم ودايما وشك حلو طبعا على النادي الاهلي ووشك حلو علينا برضو لجنه فنيه بعض متابعي النادي الاهلي مش فاهمين اداء اللجنه الفنيه او ما يعرفوهاش تكوينها طبيعه عملكم بتعملوا ايه دوركم ايه في النادي الاهلي هو بص يعني اللجنة الفنية في أي نادي نجح في أوروبا في الدنيا هي اللجنة الفنية دي هي الأساس الكورة فيها أساس سياسة الكورة واحتياجات الكورة هم دول الأساس فيمكن اللجنة دي موجودة من زمان بس ما كانتش بالمسمى اللجنة الفنية قبل مارتن يول ما كان موجود يمكن كان بيفعلها بقى مارتن يول تفعيل جدي زيها زي اوروبا انما برضو ما حصلش ان هو كمل وجي المهندس محمود طاهر فعمل اللجنه الفنيه بالمسمى الحالي دلوقتي وبالخط اللي هو كان مارتن يول كان خط اوروبي فيها تفعيلها اوروبيا يعني زي ما كان وكابتن خطيب جه دعم فيها وابتدى يبقى في تواصل وتوجهات لان دي توجهات كابتن خطيب جه من نادي النصر 17 سنه لعب درجه اولى فهو عايز كابتن يبقى لعيب الدرجه الاولى في النادي يبقى 17 سنه 18 سنه مؤهل يعني معظم كل اللعيبه الموهوبين لعب 17 18 سنه لعب درجه اولى واساسي بالظبط فهو ده توجه كابتن الخطيب واحنا يمكن منفذين للتوجه دوت لان هو ده الصح اهم اهدافكم كلجنه فنيه طبعا تدعيم الموضوع مش مقتصر على الفريق الاول فقط لا غير مقتصر على الفريق الاول للعناصر الموهوبه الشابه تحت السن لان هو دوت المستقبل انا مش اروح اشتري لعيب عنده 30 سنه وعنده 28 سنه وهيلعب سنتين بالمبالغ الطائله اللي موجوده دلوقتي احنا القطاع عندنا مليان برضه بنبتدي نفرز من البراعم على فكره من البراعم يعني احنا جايبين لعيب مواليد 2009 من الشرقيه لعيب حاجه يعني حاجه جميله بس احنا الرؤيه بتاعتنا تبقى مختلفة
شويه على المدربين. مدرب المرحله السنيه سواء 99 2000 شايف في دي بس. بيبقى شايف المرحله السنيه بالزبط. اللي هيأديها الموسم بتاعه بالزبط. احنا لما بنبص على اللعيب باصين لما هو يلعب درجه اولى بعد 10 سنين شايفه فوق، شايف امكانياته، لان انا بختار امكانيات، ما امكانيات لاعب، شخصيه لاعب، انا بشوف الموهبه مع الشخصيه، مع كل شيء. ما هو يعني اسم اللجنه الفنيه التحليل والاحصاء. يعني خد التحليل والاحصاء على شخص. البعض شايف ان الامور دي عشان توفير فلوس، نبص على الموهبه اللي تحت، ولما تبقى الاثنين مع بعضها تبقى كويس، يبقى انا اقدر اجيب فوق بشكل كويس وتحت عندي قوه ضاربه من قطاع الناشئين. هي طبعا هي نقطه مهمه في حته التكلفه برضو، انما في حاجه تانية، اللاعب لما بيجي لك تحت السن وبيتعايش معاك بيقدر يشرب اللي انت عايزه، بيطلع بكون شخصيته. لان لعب الكوره في انديه يعني غير الاهلي يختلف، مختلف تماما. هل هو جانب فني فقط ولا عنده جانب استثماري؟ والله احنا الجانب الفني بيغلب على الجانب الاستثماري، وانما ساعات الجانب الاستثماري بيجي في بعض الاوقات بيغلب برضه عليه، انما ما بقاش هو الاساس وفقا للظرف. ولو اني يعني ده رايي الشخصي، ان الكوره بقى جنبها كلمه الاستثمار بقى بتوازي الكوره. لازم يبقى كره صناعه وكره استثمار طبعا. طالما دخل صناعه يعني في استثمار، يعني طبعًا. في كل دوت لازم يتماشوا مع بعض. ما يجيش اقول انا ابعد الاستثمار واخلي الكوره لوحدها، ما ينفعش. واضحه ومفهومه ان النادي الاهلي والشخصيه والاداء يظهروا في شخصيه لاعبي النادي الاول والفريق. لما بيكون عنده ضغط مباريات بيطلع من منفاق الصيف هيلاعب الوصل، بيبص على نهائي افريقيا، مباراه الوصل بكره مباراه مهمه جدا، واستعداد حقيقي زي ما قال مستر كارتلون للنهائي الافريقي. شايف مباراه الوصل بكره ازاي؟ هو طبعا هي اول شيء مباراه بين فريقين عرب اشقاء. نادي الوصل يعني نادي ليه اسم، ليه تاريخ، اسم كبير في الامارات، والنادي الاهلي نفس الحكايه. المنافسه ده وضع طبيعي جدا، هتبقى موجوده في الملعب، بس هي يعني التمييز فيها ان يعني ما فيش العنف، مش زي افريقيا. في طابع ودي هيبقى فيها شويه موجود، وانا اتمنى طبعا ان ده يكون اعداد وبروفة كويسه للنهائي افريقيا. مباراه هتكون جميله، يعني من تخيلي طبعا، مش متابع الدوري الاماراتي كويس يعني، انما واضح ان مستر كارتيرون هيستغل المباراه دي لتجهيز بعض العناصر او تحسبا لتغيير طريقه او طريقه اداء، طريقه رقميه، يعني هيقدر يستغل الكلام ده كله فيها، خاصه ان المباراه موجوده في مصر وما فيهاش فيها لا سفر ولا ارهاق ولا الحاجات دي. انما برضو هرجع ويبقى طلب للعيبه، لعيبه النادي الاهلي، احنا بنصارع في بطولات كتير، يعني بطولة افريقيا، بطولة الدوري، بطولة كاس مصر، البطولة العربية، طبعا بننافس ومنافسة قوية في كل البطولات، يعني منافسة، انما برضو انا بدخلها في حتة الصراع، يعني صراع منافسة قوية، منافسة قوية طبعا، منافسة بالصراع القوي. وانت واحنا النادي الاهلي، النادي الاهلي في اي مكان بيعمل جو للبطولة دي او المباراة، حتى لو مباراة ودية. فانا طالب من لعيبة النادي الاهلي ان الاهتمام الزايد بالمباراه، ما تبقاش مباراه وتخلص ويبقى عندي ما انا اقول انا عندي افريقيا، افريقيا انا عندي دوري، المباراه دي وبعدها اقفل صفحتها وافتح صفحتها، دي بطوله لازم احسمها، لازم احسمها علشان هطلع منها، عشان في حسم، موقعه حسم ثانيه موجوده. فاتمنى طبعا التوفيق للعيبه النادي الاهلي، وهم على قدر المسؤوليه. جماهير النادي الاهلي دول انا عن نفسي بحبهم جدا، ولعيبه النادي الاهلي بحبهم جدا،
وهم وما يستاهلوش ان هم يزعلوا، لان احنا يعني دي حقيقه احنا كانت مشكلتنا الكبيره لو ادينا مباراه وكنا وحشين ولو النتيجه مش مرضيه للجماهير، هي كانت مشكلتنا الجماهير مش مشكلتنا اي حاجه تانية. فانا اتمنى الناس تحط قدام عينيها كده جمهورها اللي بيبقى وراها في كل مكان. اكيد اللعيبه حاطه جمهورها، لان طبعا واضح جدا تاثير جماهير الاهلي القوي جدا. لكن مباراه بكره مباراه مهمه زي ما حضرتك بتقول. مستر باتريس كاترون كمان بيقول دي خير استعداد، مباراه كويسه، وكمان انها على برج العرب، اعمل بروفه كويسه لان النهائي الافريقي ومباراه الترجي مباراه الذهاب يوم 2 هتكون على ملعب برج العرب. يمكن الظروف خدمانا ان نفس المباراه بتتلعب على برج العرب والنهائي على برج العرب، واحنا برج العرب مش غريب عننا، موجود في بلدنا، يعني هنلعب فيه بطولتين، بطوله عربيه وبطوله افريقيا. ودايما برج العرب وشه خير على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيحب يلعب في الملاعب اللي هو حاسس ان هي مساحتها كبيره، ما يحبش الملاعب المخنوقه، وتكون مباراه نستعد بيها كويس جدا. بس مش معنى ان انا استعد ان انا افرط فيها في نتائجها، برضو محسوبه على النادي الاهلي، دي بطوله عربيه واحنا بننتمي، احنا عرب بننتمي، وهي بطوله قويه بصراحه، وبطوله قويه وعائد قوي كمان، وعائد مادي قوي، وبرضو اثبات وجود لكل لاعب هيكون موجود في التشكيل، اثبات وجود ليك لاحقيه انك انت تلعب المباراه النهائيه. فهي الفرصه بتيجي لينا واحنا ساعات بنفرط فيها كلاعيبه يعني. واكتر واحد شاف الفرصه في حياته وحضرتك واستغلها الشكل الافضل، الحمد لله. الحمد لله. شفت ازاي الاهلي في لقاءين وفاق سطيف، لقاء استاد السلام الاهلي بيكسب 2 وبيضيع عدد من الفرص، لقاء الجزائر الاهلي بيبدا بالتهديف بعدها بتخلص المباراه 2-1 لكن بيحقق المراد بالتاهل للمباراه النهائيه. هو يمكن وفاق الصيف دي فرقه من الفرق العنيده بالنسبه للنادي الاهلي. يمكن انا كنت متواجد في مباراه 88 نفس الدور، وهم اقصونا فيها بضربات الجزاء. الجزائريين عامه في الكوره في منافسه شديده جدا جدا بينهم وبين مصر على مستوى المنتخبات او مستوى الانديه. المباراة اللي كانت هنا احنا أدينا فيها كويس، النادي الأهلي أدى فيها كويس وطلع بنتيجة تعتبر مرضية يعني لشدة المنافس اللي قدامك طبعا. نتيجة مرضية جدا. المباراة اللي هناك أنا يمكن يوم المباراة دوت توقعت السيناريو اللي اتلعب فيه، هجوم ضاغط من أول دقيقة من وفاق الصيف، لان عندهم ملعب وعندهم جمهور طبعاً. رهيب جدا حماس جداً شديد جدا وحماس. يمكن فرقه وفاق الصيف في المباراه اللي كانت هنا موجوده في مصر هم مش على المستوى الفني العالي، انما في المباراه اللي هناك على ملعبهم الشحن الجماهيري. بس هنا برضه كابتن استغلوا غياب الجماهير ولعبوا ضغط متقدم على النادي الاهلي من اول دقيقه، وحبوا يضغطوا لما الملعب كان فاضي بدون جماهير، يعني حبوا يضغطوا في بدايه المباراه وحبوا يمسكوا، لكن الاهلي مسك كورته. يمكن الاهداف المبكره خلت الامور لصالح النادي الاهلي. لا هي مش الاهداف يمكن الاهداف المبكره معاك انا فيها، انما هم فنيا يعني انا خط الدفاع هنا في فرقه وفاق الصيف تمركزهم في مصر هنا كان من اسوء ما يكون من اسوء ما يكون، فيمكن ده اثر على بقيه على مستوى الفرقه كلها. بس كانوا هناك مختلفين يعني هناك صراحة. مختلفين وده اللي انا كنت متوقعه ويمكن قلته في الاذاعه يومها الصبح. هجوم الضاغط من اول دقيقه يعني بكل شراسه مع حماسه الجماهير، حماسه الجمهور طبعا الجمهور موجود، هتلاقي موجود في قدام الفندق بتاع النادي الاهلي مزبوط. من ساعه ما وصل متعود وعارف وما بطلوش تشجيع لفرقهم في المباراه. زائد النقطه المهمه جدا الملعب الترتان، احنا
كما يعني كما النادي الاهلي مش ما لحقتوش انتوا الملاعب دي كانت لا ده الملاعب دي ملعب اللي هناك الترتان ده اتعدل انت عارف احنا لعبنا فيه 8 سنه 88 ملعب الترتان دوت ترتان برضو كان ترتان كان الجزائر وليبيا البلاد العربيه الوحيده اللي عملت ملعبها كلها ترتان كان الترتان القديم ده كان صعب قوي اللي هو بتاع حمامات السباحه السجاده بتاعه حمام السباحه ده كان سجاد ساعتها بقى هو ده احنا لعبنا عليه كنا كانك على التلج على الجليد يعني فهم عدلوا الـ دلوقتي يعني بقى الجيل الخامس تقريبا اللي هو وقتها انما احنا برضو مش يعني مش واخدين عليه لان في لعيبه بتلعب على الملعب دوت بحذاء مسطره ما بيلعبوش بسترزات بالظبط ده او الحبات الصغيره دي بتاعت الترتان احنا مش واخدين على الملعب دوت اثر معانا في التمركز وفي السرعه وفي تغيير الاتجاهات هم طبعا متعودين عليه واخدين عليه ده ساعدهم ان هم يظهروا بمظهر اللي احنا شفناه واثر علينا ان احنا ما قدرناش نجاري انما فرق معانا الاثنين صفر اللي احنا كسبناهم هنا هم دول فرق معانا جدا واللحظه اللي احرزوا فيهم الجولين احنا برضو وصلنا لحته ثقه وتراخي شويه تراخينا فيها ويا ريت احنا لازم نتعلم كل لعيب ما يبقاش الموضوع يعني مقتصر على المدرب اقول لمستر باتريس انت لا اللعيب نفسه انا كلعيب لازم اطلع احاسب نفسي بعد المباراه انا ايه اللي عملته صح وايه اللي وحش اراجع نفسي وقبل المباراه لازم اعمل لنفسي سيناريو في المباراه هي دي النقطه ما اجيش انا اروح نازل وسايب زي ما ده اكيد كل السيناريوهات اكيد حاطينها للفريق الاول زي ما اللجنه الفنيه كده حاطه سيناريوهات مع قطاع الناشئين واضح جدا من الكلام وباسين بره وجوه في سيناريوهات للجنه الفنيه مع جهاز الفريق الاول ومستر باتريس كانتريون طبعا بيبقى في تواصل دوري على طول يعني اما بيجي انت بتتفرج على ماتشات احنا بنتابع الماتشات ممتاز به الدرجه الثالثه الدرجه الرابعه كله تركيزنا حتى بيجي في الممتاز به والقسم الثالث والقسم الرابع على العناصر الصغيره اللي هي تحت السن بس لعيبه اساسيه لعيبه اساسيه في الفريق الاول لان كون ان هو صغير في السن وبيلعب في الفريق الاول يعني ده مميز بشيء معين احنا يعني هي دي المهمه بتدور فيها موضوع بيبقى شاق شويه لانك انت ما بتقدرش اللعيب تحكم على اللعيب مره واحده اكتر من مره في متابعه مره واثنين وثلاثه وفي لعيب يعني في لعيب تابعناه سنه وموجود سنة. موجود يعني متواجد مكانه ولا جبتوه النادي لا موجود في النادي الاهلي موجود الحمد لله ساعات بتيجي بيبقى طلبات مباشره مركز معين مركز معين او اسم معين محتاج ان يبقى فيه متابعه فيه من الفريق الاول انت احنا عامه لما بنلاقي اي حد مميز حتى لو اجنبي برضه بنقول لان من بره ولا من جوه اجنبي بره ولا اجنبي بره وجوه بره وجوه بره وجوه احنا يعني الدولات العربيه بنبص عليها كويس امال ايه لان كمان احنا اصل احنا ما نقدرش بنتعامل لوحدنا ان احنا بنتفرج انا لينا ناس كتير جدا طبعا. جدا جدا وكلها ايه كلهم ايه ناس بيحبوا النادي الاهلي مش شغل فلوس طبعا. بيحبوا طبعا. النادي الاهلي لما بيشوف فلان تلاقيه بيبعت لك مقطع فيديو فيه او بيقول لك عليه انت بتشوفه بمعرفتك بطريقتك بتاع فأنا هي ماشيه كده بيطلب حد او بيشاور على حد تكونوا انتوا متابعينه اساسا هنا بتلتقي بقى المصادفه بتحصل كتير كده حصلت كتير جدا كم عمليه منهم نجحت بدون ذكر اسماء يمكن بتاع ثلاثة دول خلاص كان الجهاز عايزهم وانتوا شايفينهم وقالوا لكم ده من سنتين يعني بيبقى التلقي ده بيوفر عليكم اكتر لما تكون الرغبه من هنا ومن هنا هو مش بيوفر هو بيسرح بيسرع الامور بيسرع الامور يعني ما خلاص اتحسمت يعني ما طالما في قبول
او رغبه من الفريق الاول ما مش محتاج. الفتره الجايه في قبول في كام لاعب من الفريق الاول متوافقين معاه؟ عدد بس. لا والله لا يعني ما فيش حد معين وما فيش عدد معين، انما في يعني احنا عينينا على ناس كتيره، ناس كتيره يعني كويسه، انما برضو هرجع اقول لك ايه، ان الاكتر النقطه اللي اتكلم فيها عادل عبد الرحمن ان هو التدعيم الصغير عشان الفريق الاول، مش شرط السنه دي. انا فاهم، بس السنه اللي جايه انا عارف ان في بعض الاسئله ممكن اسالها مش هلاقي ليها اجابه، انا متوقع ده، بس في نفس الوقت المشاهد الكريم اللي بيبص يقول له يا عم ايهاب ما تسالوا على كده، انا عايزين مش عارف نطمن عايزين ايه، انا بس ايه بنفذ الرغبه دي لان انا كمشاهد هكون قاعد دلوقتي العكس، هبقى شايف اللي قدامي مسؤول، هبقى محتاج اشوف، لكن واضح ان اجاباتك كلها مبشره جدا للجماهير، واضح ان في سيستم واحترافيه ماشيه بشكل كويس، واضح ان في تدعيم قطاع الناشئين بشكل كويس، واضح ان في تفاهم مع الجهاز الفني للفريق الاول، فبالتالي كل ده يبقى في ثمار ومصلحه فريق كوره. اكيد طبعا اكيد، واحنا كلنا بنشتغل علشان الفريق الاول. حاجه تقول حاجه لجماهير النادي الاهلي وهي بتتفرج عليك كده في موقع المسؤوليه في اللجنه الفنيه؟ انا اولا انا بحبكم جدا جدا جدا، انتوا جماهير رائعه، يعني انتم السبب في اسم النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي واسامي اللاعبين اللي من جيل السبعينات لحد دلوقتي الناس فاكراهم، جمهور النادي الاهلي هو السبب فيهم، هو اللي اشد بيهم وهو اللي عارفهم لحد دلوقتي. اطمنهم ان هم ما ياخدوش الامور كلها بعصبيه، خلينا احنا في الملعب، بلاش نخرج بره الملعب. النقد يبقى معقول، ما يبقاش في تجريح. هم متعودين دايما على الدعم والمساعده. طول عمرنا النادي الاهلي احنا واخدين على كده، يمكن هقول لكم نقطه مهمه جدا، احنا بنخاف على شعوركم اكتر من اي حاجه ثانيه، وفرحه الدنيا بالنسبه لنا ان احنا لما جماهير النادي الاهلي بتبقى مبسوطه. طبعا احلى حاجه لما تكون جماهير النادي الاهلي مبسوطه. الوقت بيعدي مع حضرتك سريعا، لو حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك. انا سعيد جدا بالحلقه دي، ويمكن عدت سريعه جدا جدا سريعاً. واتمنى يا رب المره الجايه نكون واخدين البطوله العربيه والبطوله الافريقيه ونيجي نقعد ونهني بعض ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. اشكرك كابتن حمدي برادي، كنت موجود معايا يعني في بيتك واحنا ضيوف عندك زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، تاريخ كبير جدا ومفارقات كبيره جدا لما بتحكي للاجيال وبتسمعها اكيد بتعدي بشكل كبير، رؤيتك الفنيه واضحه والرؤيه الفنيه للجنه الفنيه واضحه، كل التوفيق ليكم وللنادي الاهلي. شكرا جدا ليك. شكرا يا كابتن. حلقه مهمه جدا ومميزه مع الكابتن حمدي برادي، اتكلمنا فيها في حاجات مهمه في ذكريات وبدايات، وانا بشوف ده بيبقى مثل للاجيال اللي جايه، كمان اتكلمنا على اللجنه الفنيه، كلام بيبقى زي ما انتم شايفين بتوصل لكم المعنى اللي هم عايزين يوصلوه، لكن في بعض الامور صعب جدا الحديث فيها على الهواء، لكن الامور بتبقى واصله وبتشوفوا الناس بتشتغل بجديه بشكل مميز عامل ازاي، وده الاهم في الفتره الجايه، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد امام الوصل استعدادا للبطوله طبعا الافريقيه. ان شاء الله النادي الاهلي نبارك له على البطوله العربيه والبطوله الافريقيه. خليني سريعا اروح لزميلي محمد سعيد. شكرا ليك يا زميلي العزيز ايهاب الخطيب، والشكر موصول للكابتن حمدي ابو رادي نجم النادي. حديث مهم جدا في التوقيت الحالي، بما اننا كمان داخلين على احداث رياضيه مهمه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، مباراه الوصل الاماراتي غدا باذن الله في الدور ال16، مباراه الذهاب في كاس الزايد للانديه الابطال العرب،
مباراة مهمة جدا على استاد برج العرب بإذن الله في تمام الساعة 8 من مساء غدا الأحد على استاد برج العرب بحضور مميز إن شاء الله لجمهور النادي الأهلي، وتكون بروفة إن شاء الله جيدة كمان بما إنها مباراة رسمية، هتكون بروفة جيدة كمان لمباراة الترجي التونسي اللي هتكون إن شاء الله يوم الجمعة القادمة على استاد برج العرب في ذهاب الدور النهائي، ونتمنى التوفيق يا رب للنادي الأهلي في هذه المراحل الهامة، بطولات عديدة لكن دايما فريق النادي الأهلي قد الأحداث الرياضية، وإن شاء الله يكلل كل هذه المجهودات وتكلل كل هذه المباريات بانتصار وفرحة لجمهور النادي الأهلي. وهنا منطلق للفقرة القادمة، عندما تحدثت عن جمهور النادي الأهلي الفرحة بالنسبة له هتبقى هي الأهم بالانتصارات والبطولات، هنا في الأهلي الليلة دايما تركزنا إن احنا نشوف آراء الجماهير وآراء أعضاء الجمعية العمومية وآراء أعضاء النادي الأهلي. رأي الجمهور مهم جدا لينا، الجمهور هو النبض أو الإحساس اللي تقدر من خلاله تعرف الأهلي إزاي ماشي للمرحلة القادمة، أو إزاي الشعبية الجارفة اللي جابها الأهلي خلال السنوات الأخيرة وخلال القرن الماضي وخلال القرن 21 الحالي، الشعبية الجارفة دي جت إزاي؟ إزاي جمهور الأهلي في حالة عشق كبيرة بينه وبين ناديه؟ إزاي كمان التواصل المتميز ما بين جمهور النادي الأهلي مع فرقته في جميع المباريات؟ وفرقته هنا مش بتكلم على فرقة كرة القدم فقط، لا، في كل الألعاب. عندنا كمان حدث بكره مهم جدا، المباراه النهائيه في البطوله الافريقيه لكره اليد الاهلي والزمالك، فتواصل جمهور النادي الاهلي من اللحظاتي عايز يتابع ويشوف مباراه الغد باذن الله عشان يطمن على فريق كره اليد والفوز بالبطوله الافريقيه. من هنا احنا دايما في الاهلي الليله بنهتم جدا بصوت الجماهير وصوت الاعضاء وبنسمع ارائهم، عشان كده هيكون معانا فقره مهمه وفقره ثابته ان شاء الله كل يوم سبت، هتنزل كاميرا في الشارع تسمع اراء جمهور النادي الاهلي ونشوف في التقرير القادم جمهور النادي الأهلي النادي بيمثل له إيه؟ وحب الجمهور لناديه جه بناء على إيه؟ نطلع لهذا التقرير ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. اولا نادي الاهلي كل العيله عندي بتشجعه تمام، وهو نادي القرن ونادي البطولات، ودايما نادي يعني بيطور من نفسه ونادي عظيم ونادي ليه تاريخ. يا اهلاوي عشان خاطر دي احلى حاجه في الدنيا، لازم ابقى اهلاوي طبعا، دي ما فيش فيها كلام. كان عنده بطولات كتيره الاهلي، بحب الاهلي من صغري طبعا، بحب الاهلي من صغري، الاهلي ده عشقي يعني من صغري، الاهلي ده عشقي، عشان ما ينفعش اكون غير اهلاوي. ببساطة كده الأهلي يعني مصدر السعادة لنا، الأهلي يعني يعتبر هرمون دوبامين، دوبامين اللي هو الهرمون بتاع السعادة. لا ده في الدم بقى، ما تسألنيش، أنا أهلاوي، أنا في الدم، أنا من صغري. حاجة وراثة يعني، حاجة وراثة، اتولدنا أهلاوي وحبنا للأهلي حاجة كبيرة يعني. أهلاوي عشان تلاحت لقيت النادي فيه بطولات وفيه أسس وفيه نظام وفيه احترام من ايام صالح سليم واخوه واخد بالك، وطارق ورفعت الفناجيلي والشربيني ومروان والناس والروبي وعادل هيكل وعلو مطر ومحمدين، الناس القديمه. نيجي بقى الايام بقى طبعا رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، القيمه المحترمه وغيره وغيره، والناس واخد بالك، والناس اللي ماسكه معاه دلوقتي، نادي فيه مبادئ وفيه بطولات. مفيش حد في مصر المفروض ما يبقاش اهلاوي طبعا. ليه اهلاوي؟ بحب الاهلي من زمان تمام، انا في عيله كلها زملكاويه ما شاء الله، بس انا بحب الاهلي. ليه بحب الاهلي؟ عشان في لعيبه كتير من الاهلي كانوا كده علامات، حبيت الكوره عشانهم اصلا، منهم ابو تريكه مثلا، بركات، اكيد كل نجوم الاهلي حبيت الاهلي عشانه. مين ما يشجعش الاهلي؟ نادي محترم، نادي عظيم، نادي كبير، مؤسسة ضخمة، إدارة راقية. الأهلي بيمثل لي كيان وحياة، يعني الأهلي بنشجعه من زمان ومكسبنا معاه وحياتنا معاه. منظومة متكاملة، مفيش جنب واقع وجنب قايم، إن ما كانتش كل الجوانب مكتملة مش هيبقى ده نادي الأهلي. فكل الجوانب في النادي الأهلي مكتملة بتستمد احترامها من إدارتها، بتورث المبادئ والقيم والاخلاق في كل من ينتمي للنادي الاهلي. الاهلي ده فريق العمر، الاحلام، الحياه، الدنيا، العمر كله. انا في الاهلي اقول لك من كم هتستوعب؟ من 54. ليه اهلاوي؟
ده حاجة من طفولة يعني، تربي أهلي كلهم أهلاوية. أجمل ما في التقرير مش بس أنت عندك انطباعات وشعور جمهور النادي الأهلي في الشارع المصري، لا الفكرة في المعاني اللي بتتقال. لما واحد يقول لك النادي الأهلي ده حياة، لما واحد يقول لك أنا في النادي الأهلي وبحب الأهلي من سنة 54، أنت بتتكلم عن عمر، بتتكلم عن حالة عشق بين كيان ورموز مع جمهور حب الفكرة وحب المكان عشان شاف فيه حاجات مميزة يقدر من خلال هذا الشكل اللي شافه في النادي سواء في قرارات أو بطولات أو انتصارات أو انتماء يغرس ده في بيته مع أولاده. الفكرة هنا مش حب فريق بيكسب، احنا كلنا عارفين ان في مقولة طلعت كده، الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، الاهلي بيكسب عشان عظيم. دي الفكرة اللي احنا شايفينها من جمهور النادي الاهلي، وسبق قبل كده كمان في بطولات دولية وبطولات قارية الاتحاد الافريقي لكرة القدم كرم النادي الاهلي واداله اعظم وافضل جمهور في البطولة الافريقية وفي القارة الافريقية، وشهادة مهمة جدا من الاتحاد الافريقي كاتحاد قاري كبير جدا بيحتوي على 53 دولة وكل دولة فيها ناديين كبيرين بيلعبوا في البطولات الافريقية. فبتتكلم ان تم اختيار جمهور النادي الاهلي ما بين حوالي اكتر من 110 او 120 نادي بيشارك في البطولات الافريقية. طيب جمهور النادي الاهلي واحنا بنتكلم عليه، في ناس بتحبه وبتتفرج على الاهلي او بتشوف شريط الذكريات في النادي الاهلي تشوف افضل هدف. اهداف الاهلي في البطولات الافريقيه تخطت المئات والمئات، والبطولات المحليه كثيره جدا، والبطولات العالميه في كاس العالم للانديه عندنا الحمد لله سجل مشرف جدا لابطالنا ورموزنا استطاعوا ان يحققوا انجازات ويحرزوا اهداف مرسخه وموجوده في اذهان كل الجماهير حتى هذه اللحظه. الاهداف موجوده مش في التسعينات او الالفيه الجديده، انت بتتكلم في اهداف الجمهور بيشوفها دلوقتي جت في الثمانينات وفي السبعينات وفي الستينات مع نجوم كره القدم والعاب كبيره جدا وكثيره في النادي الاهلي. لكن معانا تقرير برضو نشوف جمهور النادي الاهلي ايه افضل هدف او الهدف اللي مش هيقدر ينساه لما اتفرج وشاف الاهلي بيجيبه سواء في الملاعب المحليه او البطولات القاريه داخل مصر او خارج مصر. هدف عماد متعب في نهائي الكونفدراليه لما كان في الدقيقه الاخيره اللي هو الكروس بتاع وليد سليمان، فلما عماد متعب جابها جون هو كان اليوم ده يعني انا كنت متاكد ان الاهلي هيكسب، يعني كان كده شعور داخلي انا قاعد الاهلي كان في اخر دقيقه خلاص يعني خلاص الماتش هيروح منه. انا افتكر صالح سليم جاب جون في توتنهام من نص الملعب، شاط الكوره ضربت في سقف العارضه ونزل، بس خلينا في القريب عماد متعب هدف بتاعه بتاع بطولة. أهداف النادي الأهلي كلها بيبقى ليها ذكريات خاصة حتى لو ماتش ودي، بس يحضرني دلوقتي الهدف بتاع عماد متعب في نهائي الكونفدرالية. كنت ساعتها بصراحة من المرات القليلة اللي فقدت فيها الأمل، ولما جه الجون ده كنت قاعد بتفرج وبصراحة ما حسيتش باللي أنا عملته، مش عارف إيه اللي حصل بالظبط يعني. وليد سليمان الباصة جميلة، محاولة خطيرة سريعة والعرضية جميلة، راس جون كابتن محمد ابو تريكه في ماتش اورلاندو في 2013 الفاول، بس فكانت فرحه كبيره طبعا يعني عشان الهدف كان مهم في فوز البطوله. احلى هدف يعني ابو تريكه اللي جابه في الصفاقسه، كان هدف جميل. هو مبدئيا انا اسماعيلاوي بس طبعا لازم يساند الاهلي يعني في نهائي افريقيا، وانا بالنسبه لي احسن جول للنادي الاهلي ابو تريكه في الصفاقسه، يعني فرح الناس كلها وخلى الناس كلها تتبسط وجاب البطوله للاهلي وخلى مصر تاخد البطوله يعني كلنا مصريين يعني. هدف ابو تريكه في الصفاقسه اللي هو تقريبا في الدقيقة 90 او 91، بس ده هو كان احلى هدف بالنسبة لي ما انساهوش ابدا يعني. كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد متعب، مرتدة، تصوير وجول جول جول جول. الهدف الاول للنادي الاهلي محمد ابو دريكة. جون وليد سليمان في الترجي في 2012 في افريقيا، كان في النهائي، كان في رودس برضه. بس بالنسبه لي احسن جون وليد سليمان بصراحه، بالنسبه لي احسن لعيب. كوره من وليد الهيسري يرزع مشكله للدرجه في الوسط كتيره برشا، 2 على 1 وكوره خطيره وكوره من وليد سليمان والهدف الثاني. الهدف الثاني وليد سليمان، الهدف الثاني بعد خطا كارثي في دفاعات النادي الاهلي اللي نقول يضمن البطوله بنسبه توصل 99%. هدف شباب الدين احمد في ماتش الاتحاد الليبي
كان جميل، وانا كنت اصلا ساعتها في مدينه نصر مع جماعه اصحابي واتفرجت على الهدف. شهاب ادي واحده يا شهاب، واحده يا شهاب، يا ولد يا ولد، شهاب دور الملعب، شهاب شهاب شهاب. طبعا اهداف الاهلي معروفه ليها اهداف كتير، بس هدف صراحه اثر فيا بجد، هدف احمد الشيخ اللي جابه في روما. احمد الشيخ شايف اللاعب مظلوم دوت، فكان لازم ياخد فرصه، ويوم ما خد فرصه اتالق بسم الله ما شاء الله، والحمد لله لغايه دلوقتي بياخد فرص. بس يعني هو الهدف ده هو انا كنت عمال اقول لاصحابي احمد الشيخ ده لعيب موهوب صراحه. اهلا بحضراتكم من جديد، وبصراحه كل هدف احنا شفناه في هذا التقرير، كل هدف ليه قصه، وكل هدف ليه معنى، وكل هدف جاب بطوله، وكل هدف كان من نجم كبير في فتره معينه او في فتره زمنيه في جيل فريق كره القدم في النادي الاهلي. وبصراحه ده اصعب سؤال ممكن تساله لجمهور النادي الاهلي، ايه افضل هدف او الهدف اللي ممكن ما تقدرش تنساه من اهداف النادي الاهلي؟ لان كل هدف ليه علامه، كل هدف تاريخ، كل هدف ليه بطوله، كل هدف ليه قصه، ودي الميزه في اهداف النادي الاهلي. ممكن تتكلم عن هدف مميز في تاريخ كبير جدا لنادي الاهلي، لكن هتلاقي الاراء كلها مختلفه، لان كل هدف ليه قصه مع المشجع اللي كان بيتفرج عليه، سواء في مباراه الترجي، سواء في البطولات الافريقيه، سواء في مباراه الرجاء او الوداد المغربي او سيوسبور الايفواري هدف عماد متعب، حتى في المباريات المحليه هاتريك خالد بيبو في مباريات الزمالك او سوبر هاتريك، اهداف كثيره جدا ممكن تحكي عليها النهارده لغايه 100 سنه قدام، هدف عماد متعب في دجله. يمكن زملائي في الاعداد عندنا اهداف كثيره، ودي المكتبه وده الارشيف بتاع النادي الاهلي، عشان لما بتعمل متحف عندك كل التراث التاريخي ده، مش كوره واهداف فقط، عندك حاجات كثيره جدا ممكن تتكلم فيها من النهارده ل 100 سنه قدام. احنا انتهينا من القرن العشرين وبنتكلم في القرن الواحد والعشرين، ولسه اهدافنا وبطولاتنا يا رب دايما كده مستمرة مع اعظم جمهور في الكون، جمهور النادي الاهلي، اللي هو حلقة الوصل وحلقة المتميزة مع النادي الاهلي في الفترات السابقة والفترات القادمة لدعم الفريق في كل المناسبات وكل البطولات. واحنا بنتكلم مع الاعضاء ومع الجمهور في فترات سابقة ومن خلال افكار معينة بنقدمها هنا في برنامج الاهلي الليلة، ايضا عندنا نجوم فريق كرة القدم في النادي الاهلي، يمكن تحديدا فترة التسعينات. رحنا النهاردة في فقرة مختلفة شوية، هتكون فقرة ثابتة إن شاء الله كل يوم سبت، وهي فقرة أسعد ليلة. دايما وإحنا بنتكلم عن حياة النجم أو تركيز لعيب كرة القدم في المباريات بنتكلم في 90 دقيقة، لكن أسعد ليلة أنت ممكن تعيشها سواء ليلة المباراة أو بعد المباراة. دي اللي محتاجين فيها نقرب شوية من لاعبي كرة القدم في النادي الأهلي. فقرتنا النهاردة فيها نجم كبير جدا كان باك ليفت عامل زي الجناح الطيار في الناحية اليسرى، كابتن ياسر ريان. رحنا بكاميرا قناة الأهلي، سجلنا معاه، سمعنا منه أسعد ليلة عاشها داخل النادي الأهلي، فيها تفاصيل كثيرة، لكن نطلع في هذا التقرير نشوف الكابتن ياسر ريان أسعد ليلة بالنسبة له داخل النادي الأهلي، ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. مفيش شك طبعا أسعد يوم في حياتي هو دخولي النادي الأهلي، يعني ده كان من أسعد يوم في حياتي، ومش هتبقى ليله كمان، هي كانت ايام بالنسبه لي كانت عصيبه اللي انا كنت اجي النادي الاهلي. يعني انت عارف بين اللي انا اختياراتي اللي انا العب في الاهلي وفي الزمالك، كانت في الوقت ده كانت صعبه جدا، ما كانش الاحتراف كان موجود بشكل كامل قوي، بس كان في برضه انتقالات من انديه لانديه، بس برضه مش بالكامل اللي بنشوفه الوقت ده. فالنادي الزمالك طلبني والنادي الاهلي بعد كده طلبني. الزمالك لما طلبني الفتره الاولانيه انا مش معترض، اللي انا طبعا ما فيش شك اي لعيب يتمنى يلعب في نادي كبير، بس انا بحب النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي ومتربي بيت كله بيحب الاهلي والاهليه والمنصوره كلها اهلاويه. فالحمد لله يعني كان ليا ربنا سبحانه وتعالى وفقني ان انا اكون من ضمن صفوف النادي الاهلي سنه 91 92 مع جيل عظيم طبعا جيل التسعينات، ودي كانت بدايه بالنسبه لي، كان بدايه موفقه. واول يوم دخلت فيه كان النادي الاهلي مش ناسيها، كان من الباب الرئيسي لمختار التتش هنا، وكان اول اتنين قابلوني كان هادي خشبه وكان تامر حفني، يعني الاتنين دولت كان اول اتنين قابلوني جوه النادي، يعني مش عشان حاجه، يعني هي كانت صدفه، يعني انا داخل النادي الاهلي بعد توقيع على طول. كان في السنه دي كان موجود الكابتن انور سلامه، الكابتن صلاح حسني، هما اللي كانوا موجودين، كان الكابتن صلاح مدير الكره والكابتن انور سلامه كان المدير الفني، وكمان انا الوحيد الحمد لله في الوقت ده كابتن صلاح سليم ربنا يرحمه يا رب. وقعت في بيته، وقبل ما كنت اسافر الاولمبيات في برشلونه في اسبانيا وقعت انا في بيته، فكانت كلها احداث كلها بالنسبه لي حاجات جميله وما زلت انا فاكرها ومش ناسيها وبحكيها لك دلوقتي، لكنها لسه مر عليها في ايام،
مش في سنين يعني. فالحمد لله دي كانت من الحاجات اللي كانت انا محظوظ طبعا، واي لاعب بيلعب في النادي الاهلي بقى محظوظ جدا، اللي حب الناس كلها بتشوفها من خلال النادي الاهلي. اه ممكن كنت ابقى لعيب معروف وكل حاجه ولعب، بس نجوميته وشهرتي ما جتش غير من خلال النادي الاهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا اول اسبوع طبعا الالفه اللي بتبقى موجوده في اللعيبه ما حسيتش ان انا لعيب غريب طبعا، ده رقم واحد. حسيت ان انا لعيب بقالي فتره طويله ومتربي في النادي الاهلي. تاني حاجه متعود، اللي انا كنت متعود في الانديه زي نادي المنصوره اكسب ماتش واتعادل ماتش وعايز افضل في الدوري، لقيت هنا ما ينفعش غير المركز الاول، وما ينفعش ما اخدش بطوله، وما ينفعش ما اكسبش مباراه. حاجات كتير قوي اتربيت عليها، انا جاي هنا انا عندي 20 سنه، فالحاجات دي انا برضو عشتها كويس قوي. قعدت 14 سنين في النادي الاهلي، منهم اتعودت الحمد لله ناخد 18 بطوله مع النادي الاهلي. مش عشان حاجه، عشان الوقت ده ما كانش عندنا بطولات برضو عربيه منتشره قوي، ما كانش في سوبر، ما فيش كاس، ما فيش دوري، سوري ما فيش دوري السوبر اللي هو الدوري بين مثلا السعوديه ومصر، مصر والامارات، في ماتشات كتير قوي احنا ما كناش محظوظين فيها، الجيل ده اللي كان اللي محظوظ ما شاء الله يعني. ف اتعودت على حاجات كتير، اتعودت السلوك نفسه، اللاعب الكبير لازم يحترم واللاعب الصغير لازم الكبير يعطف عليه. وعشان كده كان في حاجات كتير قوي ما ينفعش انا اتكلم من المجلس الاداره على طول، في عندي كابتن فريق، في مدير كره، في مدير فني، في لجنه، في تسلسليه في النادي الاهلي الحمد لله. ففي حاجات كتير قوي الحمد لله اتعلمناها من خلال النادي الاهلي. انا جاي من منتخب اولمبي ولاعب جاي من برشلونه وبطوله عربيه مع الكابتن الله يرحمه الكابتن جوهري، البطوله العربيه اللي هي في سوريا بتاعت منتخب مصر المدعم بين المنتخب الاولمبي ومنتخب مصر. كل ده انا جيت وكابتن انور السلام بيسالني تحب تلعب ولا انت مش جاهز؟ قلت له انا جاهز وعاوز العب. واول مباراه ليا لعبنا الاتحاد في اسكندريه وكسبنا 2-0، كان اعتقد الكابتن محمد رمضان والكابتن ايمن شاوي اللي حرزوا الهدفين. حب النادي الاهلي ده ما بيشتراش، انت عايز تلعب للنادي الاهلي الفلوس هتجيلك او الماده هتجيلك والشهره هتجيلك. والدليل اللي انت ما بتيجي تلعب في النادي الاهلي انت بتروح اماكن كتير بتتجامل فيها، وده حقيقه لينا كلنا لعبت النادي حتى ما بنعتزل، بتروح اي مكان ممكن تروح اوتيل تلاقي الاوتيل عامل لك خصم عشان انت لاعب النادي الاهلي، ممكن تروح زياره من اي زياره رايح تسافر اي مكان برضه بتتجامل. كل ده اسم النادي الاهلي، انت انا مش بتجامل ان انا ياسر ريان، انا بتجامل عشان انا ياسر ريان لاعب النادي الاهلي. لو انا ياسر ريان لاعب اي نادي تاني مش هتجامل ومش هروح اي مكان الناس هترحب بيا. فالمكان ده المكانه دي لها كان كبير. فانا بنصح اللاعب النادي الاهلي طالما انت جيت النادي الاهلي ما تبصش الماده هتجيلك والشهره هتجيلك وبس. طول ما انت هتجيلك امتى؟ لما بتاخد بطولات هتلاقي الناس في الشارع بترحب بيك، وهتلاقي الناس بتجاملك في حاجات كتير. النادي الاهلي نفسه كمان ما بيستناش اللي انت، النادي الاهلي بيحب بيكرم لعيبته مش في كره القدم بس، في جميع الالعاب. بس يمكن احنا هي النادي الاهلي هي كره قدم مش تقلان في الالعاب الاخرى اللي عندنا. احنا عندنا لعيبه ما شاء الله في الالعاب الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه احنا متفوقين، بس هم برضو هم رموز زي احنا بنتكلم على رموز كره القدم، عندنا رموز في العاب اخرى. فانا بنصح اللاعب اللي يلعب النادي الاهلي ايا كان بيلعب كره قدم او اي لعبه اخرى، انت ليك الشرف اللي انت تنال اسم النادي الاهلي يبقى على التيشيرت اللي انت لابسه، وده احنا بنبقى فخورين بيه ونبقى فرحانين بيه جدا. وبقى سعيد اللي الحمد لله اللي انا ياسر ريان لاعب النادي الاهلي، ده فخر ليا. اهلا بحضراتكم من جديد، واسعد ليله مع الكابتن ياسر ريان هي الليالي كلها اللي عاشها داخل النادي الاهلي منذ أن دخل في النادي الأهلي ووقع رسميا في منزل الكابتن صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في حقبة التسعينات، وتحديدا موسم 91-92. أيامه كلها كانت سعيدة، وزي الكابتن ياسر ريان بيدي دروس للناشئين واللاعبين القادمين خلال الفترة القادمة في صفوف فريق النادي الأهلي، إنك بتحب الكيان وبتحب المكان ده لحاجات كتيرة قوي ممكن تقولها. عاش أحداث سعيدة في مباريات، في معسكرات، في اليوم الأول اللي دخل فيه النادي الأهلي، حتى لما التقى بنجوم النادي الأهلي اللي قابلوه أول ما دخل مقر النادي بالجزيرة من على باب البحر، كابتن هادي خشبة والكابتن تامر حفني، وعلى فكرة أصدقاء حتى هذه اللحظة. مش فكرة بس إن الكابتن ياسر ريان كان بيلعب في النادي الأهلي في فترة التسعينات فخلاص مشي من الأهلي فالعلاقة انقطعت، لا بالعكس، الميزة في النادي الأهلي الكل بيتعامل كعائلة واحدة، اللاعب اللي بيخش داخل صفوف الفريق بيكمل مع النادي أو حتى بيمشي بتفضل العلاقة متواصلة ومستمرة مع النجوم الحاليين أو حتى النجوم السابقين، ودايما بتلاقيه موجود في النادي الأهلي جاهز ومتواجد لمؤازرة النادي ومؤازرة الكيان في أي وقت وفي أي مرحلة.
كابتن ياسر ريان النهارده كان ضيفنا في فقره اسعد ليله، وهذه الفقره ان شاء الله هتكون فقره ثابته كل يوم سبت مع نجوم النادي الاهلي في كل الحقب الزمنيه اللي مرت في تاريخ فريق كره القدم في النادي الاهلي، سواء في الجيل الحالي او الالفيه الجديده او في الجيل السابق جيل التسعينات والثمانينات والسبعينات، لان عندنا اجيال كثيره جدا حققت بطولات على المستوى المحلي والمستوى الافريقي والمستوى الدولي، ويا رب فيما هو قادم كمان تكون ايامنا كلها ايام سعيده داخل النادي الاهلي ومع عائله الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي. كلمة أخيرة ورسالة أخيرة إن شاء الله لجمهور النادي الأهلي، مباريات مهمة في الفترة القادمة، مباراة الوصل الإماراتي يا رب كل التوفيق للفريق غدا، وجمهور النادي الأهلي يكون إن شاء الله خير سند وعون لفريق الكرة في هذه المباراة، ويكون حافز جيد كمان لمباراة أفريقيا ومباراة الترجي التونسي. لكن في هذه اللحظة محتاج أروح إلى الفقرة الأخيرة مع الكابتن خالد العوضي ومسك الختام النهاردة في برنامج الأهلي الليلة، عنده أحداث كثيرة وتفاصيل كثيرة، وإن شاء الله يا كابتن خالد نحتفل خلال الساعات القادمة ببطولة أفريقية جديدة إن شاء الله في لعبة كرة اليد. إليك الكلمة كابتن خالد. ميرسي يا محمد، جدا أشكرك. إن شاء الله بإذن الله عندنا حدث مهم جدا 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 إن شاء الله بكرة، مباراة النهائية بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة الأندية الأفريقية في ساحل العاج. مقابلة مهمة جدا جدا جدا، كان الفريقين اتقابلوا قبل كده في الفاينل، وكان النادي الأهلي في فاينل في بطولة في المغرب قدر يكسب نادي الزمالك. إن شاء الله نتمنى لفريق الأهلي بإذن الله بإذن الله النجاح والتوفيق. عندنا فقرات مهمة جدا وعندنا حوارات مهمة جدا، لكن عندنا الاثنين هنعمل تليفونين مهمين جدا، تليفون هنطير لساحل العاج لكابتن جوهر نبيل وهنعرف منه كل حاجة عن الفريق واستعداد الفريق الأهلي للبطولة الأفريقية واستعداد المباراة النهائية بكرة، وكابتن عاصم حماد وآخر استعدادات الفريق. عندنا بطولة تانية برضو في اسكندرية، بطولة العربية لسيدات كرة السلة، بطولة مهمة جدا برضو. النادي الأهلي النهاردة بيلعب مباراة في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه حالا مع نادي هومنتن اللبناني على صدارة المجموعة. نتمنى إن شاء الله بإذن الله للفرقتين عندنا إحراز اللقب بإذن الله. لكن عندنا الفقرة الحوارية النهاردة عندنا كابتن كبير، كابتن من طراز خاص يحترم الجميع الكبار والصغار، مثل أعلى وقدوة لكل الناس، لعيب مميز جدا، حصد 6 بطولات أمم أفريقية مع منتخب مصر، من أصل كام بطولة؟ 8 بطولات، غير ألقاب كتيرة، أهم ألقابه هو أحسن إرسال في بطولة العالم الشباب وأحسن إرسال في بطولة العالم للكبار في 2005. نجح عبد الله عبد السلام في تسطير اسمه بأحرف من نور داخل سجلات النادي الأهلي، قاد الكرة الطائرة الأهلاوية لمعانقة الأمجاد والبطولات، سواء على الصعيد المحلي أو القاري أو حتى العالمي. عبد السلام أو بالا كما يحلو لزملائه أن يلقبوه، يعشق اللون الأحمر منذ نعومة أظفاره، يمتلئ عشقا لروح الفانلة الحمراء، أحب الفوز فأصبح الانتصار هو هدفه الوحيد لا غير. كان بدايته الحقيقية مع بطولة العالم للشباب عام 2001، حيث حصل على صاحب أفضل إرسال في العالم، كما أنه قاد الفراعنة للحصول على المركز الرابع بعدما استطاعوا الإطاحة بكبرى الدول في عالم اللعبة. كان من أبرزهم المنتخب الفرنسي الذي صعد منتخبنا على حسابه للمربع الذهبي، ولولا سوء الحظ لحصد الفراعنة الصغار ميدالية عالمية. الفتى الأسمر من مواليد 10 من أكتوبر عام 1983، بدأ حياته مع الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة عام 2001 وظل حتى 2006 قبل أن يحترف في صفوف فريق تريفيزو الإيطالي موسم 2006-2007 ليحصد معه الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، ثم انتقل لصفوف نادي مونتشياري الإيطالي موسم 2007-2008، لكنه أصيب في كتفه مما أعاقه عن استكمال مسيرته الاحترافية بإيطاليا قبل أن يقرر الفهد الأسمر العودة لناديه الأهلي موسم 2009-2010، ثم انتقل للعب في تركيا مع نادي أوكلاراي إسطنبول موسم 2011-2012،
قبل العودة مجددا للقلعة الحمراء موسم 2012-2013، ثم الرحلة الاحترافية الأخيرة في صفوف العملاق التركي جالاتاسراي 2013-2014، قبل أن يقرر إنهاء مسيرته الاحترافية لبعض الظروف الأسرية ليعود للقاهرة، لكنه هذه المرة ليس بالفانلة الحمراء، حيث انتقل لصفوف طلائع الجيش في الفترة من عام 2015 وحتى 2017، حينها أخذه الحنين والعشق لبيته الأول، ومن ثم العودة لجدران القلعة الحمراء من جديد. أما عن بطولات الفهد الأسمر فنجد أنه توج مع الأهلي بثمانية ألقاب للدوري العام، كما أن للرقم ثمانية خصوصية خاصة مع عبد الله عبد السلام، فحصد لقب كأس مصر ثمان مرات. حصد عبد الله مع الأهلي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري خمس مرات، البطولة العربية أربع مرات، توج مع منتخبنا الوطني بست بطولات إفريقية على التوالي، كما حقق الميدالية الذهبية مع الفراعنة في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 2005، ذهبية الألعاب العربية عام 2006. أما عن ألقاب عبد الله الشخصية، إرسال في بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة عام 2001، كما حصل على جائزتي أفضل معد وأفضل إرسال في بطولة إفريقيا التي أقيمت في نفس العام، قبل أن يكون مسك الختام بجائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 2018، والتي أقيمت على ملاعب النادي الأهلي بالجزيرة. عبد الله عبد السلام نجم لامع يسطع في سماء الطائرة المصرية. اعتقد ان فعلا نجم كبير، نجم يستاهل حوار ثلاث ساعات مش ساعة ولا نص ساعة. ألقابه كتيرة، حصل ألقاب كتيرة، حياته مليئة بالبطولات، حياته مليئة بأسرار كتيرة جدا جدا. هنقعد مع كابتن عبدالله ونتحاور معاه ونشوف عمل ايه، وصل ازاي اللي هو فيه، لسه هيحقق ايه، وهنكمل كل حاجة مع كابتن عبدالله. كابتن عبدالله مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد. يعني احسن معد في بطولات كتيرة، حصلت ألقاب كتيرة الحمد لله. لكن لازم نرجع لورا وانت لسه صغير. عبدالله عبد السلام هو صغير كان ما بيلعبش معد، كان بيلعب ضريب، واعرف من اصحابك كتير قالوا لي ان هو كان بيحب الضرب ما بيحبش القصير. تمام. ازاي عملنا المعادله دي؟ لا الاول بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضرتك، برحب بجميع النادي الاهلي ومشاهدين قناه النادي الاهلي. طبعا الاول بدايه اللي انا ابتديت الفولي من الاول خالص، انا كنت رايح اختبار كره قدم، يعني انا مش بادي فولي. تمام. رايح اختبار كره قدم، كان ساعتها في الاختبارات اللي كان ماسك الاختبارات كابتن شطه. لعبت اول تقسيم الحمد لله ربنا كرمنا بيه، نجحت في اول اختبار، تاني اختبار ما حصلش فيه نصيب. كويس. خلصت يعني خلصت الاختبار، لك كابتن شطه واخدنا على جنب قال لي يا كابتن خلاص ما حصلش نصيب، وان شاء الله يعني ممكن تجرب مره ثانيه، بس في حاجه في مدرب الله يرحمه ويحسن ليه طبعا ويغفر له، كابتن احمد رجب هو المكتشف عبد الله عبد السلام. رحمه الله عليه. قال لي انا معجب بيك، يعني شايف عودك وجسمك مناسب لكره الطايره، فممكن تشرفنا النهارده في نادي الاهلي بالليل الساعه 7 تيجي التمرين وتشوف كده ممكن تحب الطايره. طبعا رجعت لوالدي، طبعا بيحب الكوره جدا ومن عاشق الكوره وعاشق النادي الاهلي، وكان النادي الاهلي عيلته كلهم اهلاويه، والدي يعني راجل رياضي في الكوره بدرجه رهيبه. رحت لوالدي قلت له، طبعا زعل، فقال لي انت حابب ايه او رايك ايه؟ قلت له ما فيش مشكله يعني ممكن اجرب، انا كده بحب النادي الاهلي واقود التجربه يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرم، رحت حبيت اللعبه من اول يوم. ابتديت تمرين، اجتهدت فيه، انا طبعا حبيبه برضك وحابب النادي، اول مره اخش نادي الاهلي في حياتي، انبهار بالنسبه لي. بشوف لعبه الكوره قدامي بعد ما كنت بشوفها في التلفزيون، يعني اول ماتش كوره رحت مع والدي سنه 90 كان مصر وزيمبابوي دوت اللي حصل فيه مشكله وتعاد تصفيه كاس العالم. ابتديت تمرين شهر شهرين حبيت اللعبه. طبعا مع الفولي برضو كان من بحب الرياضه وبحب برضو رياضه الجري. اتجهت لعب القوه. تمام. اتمرنت مع كابتن ياسر داوود لمده 3 شهور، وخلاص جه بقى وقت خلاص وقت زي ما بيقول ايه
وقت الحسم للفولي لألعاب القوة. تمام. طبعا أنا بحب الكورة فاخترت الفولي، ربنا كرمني الحمد لله رب العالمين. مع الكورة. مع الكورة طبعا. فالحمد لله رب العالمين كنت تجربة. كابتن أحمد رجب الله يرحمه حسيني طبعا واحد صاحب فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، مشيت كويس في الفولي. ابتديت في 15 سنة برضو كنت مرنت مع كابتن جمعة رحمة الله عليه. ابتديت أول ماتش ليا في حياتي في الدرجة الأولى صعدت وأنا عندي 15 سنة. 15 سنة. كان ساعتها كابتن ماجد مصطفى هو مؤدي الفريق أساسي، ومحمد عبد الرحمن كان عنده ظروف في الجامعة، كان عنده امتحان. فطبعا كان بالنسبة لي إن كابتن إبراهيم يطلبني، وهو اللي زي ما حضرتك بتتكلم بتقول عبد الله شكلك ضريب مش معد، وأنا صغير فعلا كنت بلعب ضريب، وبالصدفة كان أحمد صلاح هو البصير. العكس؟ العكس. وده بقى ضريب وده بقى بصير. الله ينور عليك. إزاي؟ هو يعني كابتن إبراهيم داخل الملعب في مرة قال عبد الله ده هيلعب بصير مش هيضرب تاني، واحمد صلاح هيلعب ضريب مش هيضرب تاني، مش سوري هيلعب ضريب مش هيرفع تاني. ده كابتن ابراهيم، لكن كابتن احمد رجب ما كان بيخليك ضريب واحنا صغيرين. وانت صغير يعني انت بتلعب كل المراكز، لسه بقى حاله الاستكشاف زي ما بيقولوا. انت مش عارف مركزك هيبقى هنا ولا هنا. ففي 15 سنه بيبتدي بقى زي ما تقول الملاعم المعالم بتظهر وشكل اللعيب. فكابتن ابراهيم طلب منهم قال لهم عبد الله عبد السلام دوت ده يبقى معد الفريق، واحمد صلاح مش بصير هيبقى ضارب. تمام. احمد صلاح كان ساعتها لسه بص يعني احمد صلاح كان قصير برضك ما كانش طويل، فكل الناس كانت متوقعه ان هو يكمل في الموضوع البصير. بس طبعا احمد بسم الله ما شاء الله دلوقتي طبعا وصل نجم كبير طبعا ما شاء الله طبعا اجتهد وتعب طبعا. عبد الله عايز اسالك على حاجه، تفتكر اول ماتش لعبته في الدرجه الاولى قلت كان كابتن ماجد ما كانش موجود وكابتن محمد عبد الرحمن؟ لا كابتن ماجد كان موجود. كان موجود انت رحت معايا محمد. ايه بقى قول لي مين كان في التشكيل معاك؟ كان ساعتها معايا كابتن ماجد مصطفى، كان معايا كابتن ايمن رشدي، كابتن حمد الصافي، كابتن هاني مسلحي، كابتن محمود جمعه، مش عايز انسى حد يعني. نجوم كبيره جدا. انا كنت اخش الصاله بالنسبه لي اتفرج عليهم في تمرين ببقى مبسوط جدا. تمام. فطبعا اول ماتش رحت كان معاهم كانوا بيلعبوا فرقه الومنيوم في الالومنيوم في نجع حمادي. طبعا يعني جالت بعد كنا عند تمرين بالليل كابتن ابراهيم بلغ الاداري عبد الله يجي بكره مسافر معانا ماتش هيلعب. طبعا اسافر فين العب فين طبعا الناس دي يعني هلعب معاهم يعني بخش اتفرج عليهم فجاه كده معاهم في الملعب. ما اتمرنتش معاهم خالص لا ما اتمرنتش يعني كنت عندي 15 سنه. تمام. يعني حتى ساعتها ما طلعت يعني فاكر انا كابتن ماجد مصطفى كان اول مره يشوفني فبساله دكتور ماجد بيسالني بيقول انت عندك كام سنه؟ بقول له 15. هو دكتور ماجد كان ساعتها عنده 30 سنه ففرق بيني وبينه 15 سنه. فطبعا انا مش مصدق طبعا والناس دي طبعا يعني اللعيبه الكبار دي والاسامي الكبيره دي مسافر معاها وهركب معاهم باص وطياره واروح معاهم ماتش والعب وانا خايف بقى لا قدر الله يحصل اي حاجه انزل العب. فكنت دي شايل لها هم. فبس رحت الحمد لله رب العالمين الماتش عدى على خير وبسطت يعني ساعتها الماتش دوت كان بالنسبه لي يعني حاجه هايله جدا. عبد الله في تاريخك حققت بطولات كتيره للنادي الاهلي وحققت القاب كتيره لألقاب شخصيه. قول لي ايه اسعد لقب كان عندك اللي هو اللقب اللي انت ما تنساهوش ابدا؟ اصعب لقب بالنسبه لي وكانت حاجه كنت بالنسبه لي نقطه تحدي واصرار وعزيمه اما خدت احسن لاعب في كاس ايطاليا. في كاس ايطاليا؟ في كاس ايطاليا مع نادي تيرفيزو. في اول سنه ليا احتراف في ايطاليا. هايل. عشان انا يعني اول لما طلعت احترفت في ايطاليا كافحت جامد جدا. يعني كنت بتمرن طبعا سيستم غير مصري خالص، سيستم اوروبي انت داخل عليه جديد. فالمدرب عايز يغير الفكر وعايز يغير طريقه اللعب وطبعا في مدرب فيتنس عايز يعلي اللياقه بتاعتك البدنيه تبقى توصل لدرجه توب فورم. فطبعا انا كنت مثلا بتمرن الصبح فيتنس مع فولي لوحدي مع المدرب لمده ساعه، فاللعبه كانت بتتمرن فيتنس بس وتمشي. بعض اللعيبه اصحابي كان يعني بيهزروا معايا يعني زي ما بقول لحضرتك ممكن ايه بينكشني كده يقول لي انت لسه بتتعلم. فطبعا ده كان يعني دي كانت عزيمه بالنسبه لي اللي انا لازم اغير من نفسي واغير من طموحي واوصل لحاجه انا عايزها جاي مش جاي اقعد في النادي. كان نادي تيرفيزو ساعتها من احسن انديه العالم يعني حاجه زي برشلونه كده وريال مدريد في كره القدم. فطبعا انا رايح العب مش رايح اقعد على الدكه او ضيف شرف او اتفرج او كماله عدد. تمام. حتى في الكونتراكت بتاعي كان موجود اللي انا لو شاركت في الست الاساسي بيضاف لي مبلغ إكس. معين إكس. تمام. فكنت لازم يعني هو زي ما تقول المانجر هو بيتفاوض معايا الموضوع صعب رايح على لعيبه نجوم كبيره جدا فزي ما حضرتك بتقول اللي هو مصعب لك عليك الموضوع. لا انا ما خدتهاش بقى من الموضوع دوت انا خدتها لازم العب ولازم اثبت للناس ولازم اثبتهم لا في لعيبه مصريين احق اللي هم يطلعوا يلعبوا في اوروبا وفي كل حاجه. ربنا كرمني بيها استغليت برضك ربنا شاء الظروف تعبي كله يعني ما راحش يعني على الفاضي.
حصل إصابة للمؤدي الفريق، وقبل الماتش الربع النهائي في كأس إيطاليا. كويس. طبعا المانجر بتاع النادي أنا لسه صغير بالنسبة لي، عندي 24 سنة، أول مرة أحترف برا مصر في دولة أوروبية، كان متخوف لدرجة فيه مدرب إيطالي اسمه أنطونيو جاكوب، ده مدرب كان مسكنا واشتغل مع تونس. يوم السيمي فاينال لعبت الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني بيه، لعبت كويس جدا، وصلنا وقت الفاينال هو الصبح قلقان و يعني بيسلم على الناس وشه مقفول ما بيضحكش، ودي عادات في اوروبا مش موجوده. يعني في الفاينال والحاجات دي كلها بتلاقي الناس مبتسمه متفائله، خير الماتش مفيش مشكله، وبره ده حضرتك عارف رضا كسبان وخسران مفيش مشاكل خالص. المدرب يعني حكى لي اللقطه دي بعد كده بعد ما كسبت النهائي، لقى الصبح في الماتش قلقان فبيقول له مالك في ايه؟ قال له بصير الفريق الاساسي الايطالي اسمه فاليريو مصاب، وعبد الله لسه صغير في السن، انا خايف نخسر النهارده، وانت عارف احنا دي بطوله ولازم نكسب ولازم نحقق، وي 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 عليهم ضغوط برضو زي عندنا. مظبوط. اكيد. فالمدرب الايطالي يعني قال له انا لو رجعنا 50 60 سنه ورا او 70 سنه ورا ولسه ما فيش طيارات ولسه ما فيش اي حاجه ورجعنا قرن ورا ولسه في عجله نظام العجله، قال له اروح اجيب عبد الله بعجله من مصر ايطاليا. فقال له ايه الكلام اللي انت بتتكلمه دوت؟ قال له اسمع انا بقول لك عليه، قال النهارده هتكسب ان شاء الله ان شاء الله، وهياخد احسن لاعب في الماتش كمان. طبعا انا ما كنتش اعرف خالص الحوار ده، الحوار اللي حصل دوت. نزلت الماتش الفاينل الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا، لعبت كويس جدا وكنت هاي في الماتش ولعبت مع الفرقه كويس بطريقه حلوه. طبعا فوجئت بعد ما واحد منوزع الجوائز ان انا طلبوني ان انا احسن لاعب في كاس ايطاليا. طبعا بالنسبه لي دي كانت مفاجاه، مفاجاه بالنسبه طبعاً. لي وانا كمان يعني تحدي بالنسبه لي، لدرجه في حد من صحابي في الفرقه كان مراهن قال لهم لو كسبنا وخدنا كاس ايطاليا انا احلق شعري. ده واحد من الناس كان ايه عندها ثقه في عبد الله، ممكن ممكن لا. فطبعا بعد ما خلصنا بقى سمعت كل الكلام دوت ما كنتش مصدق. فقابلني بقى المدرب انطونيو جاكوب قال لي حصل 1 2 3 4 وانا قلت كذا 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 كذا، انت لعيب كبير وانت ربنا يكرمك في مسيرتك، كمل زي ما انت ماشي. والحمد رب العالمين فضلت مكمل لحد الكوارتر او سيمي فاينل في نهائي البلاي اوف في الدوري الايطالي لحد ما البصير خلاص اتعافى من الاصابه وابتدى بقى يرجع الملعب واحده واحده. طب لازم نقول لكل الناس اللي بيحبوك، كل الجماهير لازم تعرف، هو انت طلعت ازاي ايطاليا؟ يعني سافرت ازاي؟ العقد جالك ازاي؟ العقد جالي اللي احنا بعد في 2005 ربنا كرمنا بطوله افريقيه في مصر هنا، كانت غايبه عننا بقالها 20 سنه. كويس. كنت انا والجيل بتاعي احمد صلاح، محمد عبد المنعم، محمود كومي، جيل 83 84 مش عايز انسى حد فيهم. كسبنا الحمد لله ربنا كرمنا، طلعنا على كاس القارات الجراند شامبيون. كويس. دي البطوله من 6 فرق ابطال القارات. الحمد لله ربنا كرمنا بيها، خدنا مركز خامس. طبعا كان ايطاليا، اليابان، فرقه تقيله جدا. فالتارجت بتاعنا احنا عارفين رايحين نلعب على ايطاليا سوري رايحين نلعب على اليابان والصين. اليابان ما حصلش نصيب، كانت ساعتها قلت خبره مننا لسه بقى تجربه توقيت، وبتسافر اليابان خسرنا الماتش 3-2. الصين ربنا كرمنا بيه كسبنا 3-2 خدنا مركز خامس. ساعتها كل الفرقه بالاستثناء بما فيهم انا الحمد لله قضينا مباريات كويسه جدا. ساعتها كان في ناس في ايطاليا موجوده شافتني وشافت ناس من الفرقه، فتم الاختيار عليا ان انا هروح نادي تلفيزيو دوت. تلفيزيو. حصل مفاوضات مع الدكتور عمرو العلواني مباشره. كويس. ودكتور عمرو العلواني دخل للكابتن حسن حمدي ساعتها كان رئيس النادي، والدكتور سامح حمدي كان رئيس الجهاز عندنا. والحمد لله رب العالمين يعني المفاوضات عدت على خير الحمد لله، والوفد الايطالي جه وخلصت الصفقه الحمد لله جوه النادي الاهلي. هنقف عند الصفقه وهنطلع لساحل العاج عشان ماتش الاهلي والزمالك هاندبول، اعتقد كل اصحابك هناك طبعا لازم تطمن عليهم. طبعا. مساء الخير يا كابتن جوهر. كابتن خالد مساء الخير، ومساء كابتن عبد الله نجم مصر النادي الاهلي، طبعا بيشرفنا دايما بره مصر في مصر. حبيبي كابتن جوهر اهلا وسهلا بيك. كابتن جوهر طمنا، مباراه مهمه جدا، كل جماهير الاهلي مستنيه المباراه، مستنيه الفاينل اهلي وزمالك، مقابله مصريه على اراضي ساحل العاج، قول لنا اخر استعدادات الفريق ايه؟ خليني اقول لك النهارده كان في مباراه عفوا كان في تدريبه للفرقه من الساعه 6 يعني الساعه 8 بتوقيت مصر لغايه الساعه 9. الكابتن عاصم لسه مخلصها حالا. بعد كده طالعين على الجهاز الاداري، بس طالع على كابتن السفير محمد خالد الحمداوي عازم البعثه المصريه سواء من الاهلي او الزمالك، مش اللي عايزين بس من الجهاز، ودكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، وكابتن هشام ناصر رئيس الاتحاد المصري، وكابتن مدحت البتاجي النائب الاول للاتحاد الافريقي،
الدكتور خالد حموده رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي. بكره مباراه، بكره ان شاء الله مباراه طبعا هامه جدا لينا على صعيد مختلف. اول حاجه هي قمه كره اليد المصريه الاهلي والزمالك، ثم القمه الافريقيه، وتاكيد زعامه الاهلاويه في كره اليد ان شاء الله والعاب الصلاه. مباراه الساعه 5:30 بتوقيت ابيجان، 7:30 بتوقيت القاهره. كابتن عاصم يمكن حماد كان عنده اجتماع صباحا مع اللعيبه بيوريهم نقاط القوه والضعف لنادي الزمالك واللي اكد عليها خلال التدريبات النهارده. يمكن لعيبه انا شايفها من خلال المعسكر لسه جاي من شويه من اللعيبه، لان اقامتي في حته ثانيه. لعيبه عندها اصرار وحماس وعزيمه كبيره جدا وتركيز قوي، وتعلمت من الاخطاء اللي كانت وقعت فيها في مباراه السوبر المصري اللي خسرها، او حتى المباراه الافريقيه في بطوله افريقيا اللي فاتت. وقعدنا مع اللعيبه الحقيقه واطمن عليها كابتن محمود الخطيب والمهندس خالد المرتجي، محمد ضماطي، سراج، ومعظم اعضاء مجلس الاداره ان لم يكن كلهم على البعثة كره اليد. وان شاء الله بكره مباراه باذن الله هتبقى قويه، وان شاء الله باذن الله تبقى الكاس اهلاويه. كابتن جوهر، ماتشات الاهلي والزمالك دايما مش يعني ملهاش حسابات، ملهاش مقاييس، هي ليها جماهيريه الماتش وليها المستوى الفني. انت كابتن جوهر دبيل بما انه لاعب كره يد كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، انت مطمن على احوال الفريق الفنيه؟ الحقيقه احوال الفريق الفنيه والبدنيه والنفسيه وكمان المرحله العمريه كويسه جدا. وبعني المرحله العمريه ان المزيج الموجود لفريق النادي الاهلي النهارده مزيج ما بين الخبرات امثال اسلام حسن، ابراهيم المصري، هادي رفعت، محمود سيد، نعيم، محمد ابراهيم، ولاعيب الشباب اللي دايما الشباب ده مهم جدا في وجود الخبره، زي احمد خيري وعمر حجاج مع الخبره كمان. احمد خيري شباب، احمد عبد الرحمن، في لعيبه كتير داخله شباب الفتره اللي فاتت، احمد عصام الحقيقه متالق في حراسه المرمى. فالمزيج ده مع التفاهم والانسجام اللي ما بين اصحاب الخبره واصحاب الشباب، ده بيدي دفعه قويه جدا لفريق النادي الاهلي. ده ان شاء الله باذن الله جماهير النادي الاهلي هتتابع من خلال نتيجه اللقاء، ان ده واضح جدا الانسجام والتفاهم ما بين اصحاب الخبره والشباب، وده اللي هيرجح ان شاء الله كافه النادي الاهلي، لان عنده دكه بدلاء جيده وجيده جدا. كابتن جوهر، اخر سؤال، قول لنا الماتش ده متذاع ولا على السوشيال ميديا؟ والله هو متذاع، لا هو مش متذاع، يمكن من جاري تليفون من احد القنوات الفضائيه في مصر وتحديدا اون سبورت، كان بيحاولوا يتواصلوا مع الاتحاد الافريقي لاذاعه المباراه، ولكن رد الاتحاد الافريقي ان المباراه اصلا غير مذاعه، ما فيش اي محطه محليه بتذيع المباراه، فبالتالي القناه المصريه مش هتقدر تاخد اي اشاره بث، فبالتالي المباراه رسميا غير مذاعه نهائي الاهلي والزمالك الافريقي. كابتن جوهر، يعني كل امنياتنا الطيبه ان شاء الله للنادي الاهلي بكره في المباراه المهمه مع نادي الزمالك في فاينل افريقيا. ان شاء الله هنتابع معاك على السوشيال ميديا معاك، وان شاء الله باذن الله نبارك للفريق باذن الله، ونبارك لحضرتك بكره باذن الله. شكرا كابتن جوهر. كان معانا كابتن جوهر نبيل. اجواء مضطربه بين ماتش اهلي وزمالك جوه مصر وبين ماتش اهلي وزمالك بره مصر، قول لي اكيد لعبت حاجه زي كده. طبعا حصلت قبل كده برضو، لعبنا مع الزمالك نهائي في تونس، وطبعا غير الديربي اللي بيحصل كل خالص سنه. مظبوط. في مصر ايه الفرق يا كابتن عبد الله بين مصر وبين بره مصر؟ جوه مصر يعني هي الميزه اللي انت بتلعب جوه مع جمهورك. طبعا بره مصر بيبقى خلاص الموضوع ما فيهوش جماهير الا الفرق الثانيه بتشاهد المباراه بس. طبعا الاثنين طبعا انت عارف الواحد لازم يقديهم بنفس الحماس ونفس القوه، ولازم الواحد يكسبهم. طبعا من هنا طبعا يا كابتن خالد بنتمنى طبعا لكره اليد ان شاء الله رب العالمين بكره الفوز ان شاء الله والرجوع بطوله افريقيه باذن الله رب العالمين. طيب هنسيب الهاندبول وهنرجع تاني مره لتريفيزو وسافرت، بس انت عندك يعني سنين احتراف، عملت تجربه احتراف ناجحه جدا في ايطاليا وفي تركيا، عايزين ناخد ملامح التجربه نفسها ونعرف ايه اللي كابتن عبد الله استفاده من التجربه دي عشان يقدر يقول لكل الناشئ الجديد اطلع بره وسافر ليه؟ تركيا. تركيا. تركيا جات لي يعني انا بعد تريفيزو تاني سنه جالي مونتكياري. تريفيزو كنت يعني انا عادي كان معاهم 4 سنين المفروض السنه الثانيه معاهم، بس هو تعاقدوا مع معد تاني كويس، فعبد الله يلعب ما يلعبش دي ما كانتش باينه او واضحه. مونتكياري جالي كانت لعب وجالي من احسن مع احسن مدربين في العالم، مدرب اسمه فلاسكو اللي عامل طفره لايطاليا من بعد ما خسروا اولمبياد، فدي بالنسبه لي كانت رايح نقله للمدرب
وكنت لازم اقول التجربه ديت. وانا كنت حابب المدرب دوت وسامع السي في بتاعه وسامع شخصيته من زمان. فجات لي فطبعا رحت العب مع مونتكياري. او مونتكياري لعبت يعني النص الاولاني من السيزون هايل جدا الحمد لله رب العالمين. النص الثاني حصل لي اصابه في كتفي فكنت لازم مضطر اعمل عمليه. فاستنيت لحد ما خلاص الموسم قرب يخلص قبليه بشهرين او ثلاث شهور. طبعا رجعت مصر عملت عمليه هنا وفسخت العقد بالتراضي معهم. فسخت العقد بالتراضي معهم. مع مونتكياري كانت اعاره لمده سنه. فهو يعني لو عملت العمليه في مصر هنا يعني اخد مستحقاتي كلها ما بيبقاش مشكله خالص. لو عملتها في ايطاليا تخصم مستحقات 50%. طبعا سالت هنا كان في دكاتره محترمين هنا سالتهم وتواصلت معاهم وقلت لهم اشاعات وكل حاجه قالوا لي تعال هنا ما فيش مشكله خالص. ده اللي خلاني اضطر افسخ العقد بالتراضي في السنه الثانيه ورجعت على مصر. بس انا كان عقدي لسه مع تلفزيون ماشي ما فيش مشاكل خالص. وليه رجعنا على مصر؟ ليه قررت ان انت ترجع على مصر؟ قعدت سنه عامل عمليه عمليه في كتفي. ما قعدت مثلا اربع شهور عملتها مع اول داخل السيزون. فطبعا خالص بالنسبه لك اول اربع شهور مع اول داخل السيزون ما فيش فتره الاعداد بيبقى صعبه جدا. فقعدت سنه كامله اهلت كتفي وحسيت ان انت هتبقى مستواك بعيد شويه عن المستوى الايطالي. مستوى الايطالي حاجه عاليه جدا. مظبوط. طيب تاني تجربه ليك كانت في تركيا. تمام. طلعت على تركيا على نادي ميف. تمام. وبعد كده رحنا جالاتاسراي قعدت سنتين. تمام. سنتين متواصلين اعتقد. تمام. تمام. قول لي عملنا ايه في تجربه تركيا دي؟ جت ازاي؟ جت بعد ما السنه بتاعت العمليه بعد ما تمت. رجعت النادي الاهلي كسبنا الحمد لله اربع بطولات. الحمد لله ربنا كرمنا بيهم. طبعا الاسم الحمد لله الواحد ابتدى يعمله في ايطاليا بيسمع في تركيا. ايطاليا دي بالنسبه للكره الطايره اجمد واحسن حاجه واحسن دوري في العالم موجود هناك. انجلترا اسبانيا في الكوره. مظبوط. تمام. اللي بياخد دوري ايطالي او بيلعب في الدوري الايطالي وبيكسب كاس ايطاليا بالنسبه للعيبه الموجودين ده اكنه واخد كاس عالم في كره القدم. فطبعا الحمد لله كان الاسم كان معمول كويس في ايطاليا. بعديه ما رجعت النادي الاهلي بعد الاصابه حققت اربع بطولات. رحت على ميف. طبعا اول تجربه ليا الدوري اقل شويه من الدوري الايطالي بس كان في انتعاشه فيه بيجيبوا ابتدوا يجيبوا احسن لعيبه موجوده في العالم. ابتدوا يدفعوا فلوس كويسه. رحت على نادي ميف دوت الحمد لله حققت خامس دوري. طبعا كان معايا لعيبه منتخب تركيا ولعيبه ناشئين ولعيبه شباب بس كانت تجربه مفيده ليا الحمد لله رب العالمين. خدت ساعتها الحمد لله رب العالمين في السيزون الاولاني احسن صانع العاب في التوتال ده كله يعني في الموسم في السيزون الاولاني والثاني سوري في النص الاولاني والثاني خدت احسن لعيب محترف. فالحمد لله رب العالمين عملت موسم على اعلى مستوى وموسم كويس جدا هناك. كان في صوره مع كابتن دروجبا لكره القدم. تمام. كنت تلعب في نفس الوقت وهو بيلعب في جالاتاسراي؟ لا دي سنه 2013 كنت في جالاتاسراي في نفس الوقت احنا بنلعب احنا اثنين ودي حصلت عن طريق الصدفه. انا عارف هو دروجبا محترف في جالاتاسراي بس طبعا يعني صاله الفولي بعيد عن ملعب الكوره. الصاله قدامنا هي على الهواء. فكانت حفله في الكريسماس. كنت النادي طبعا بيعملها للعيبه كلها والناس اللي شغالين في النادي فخدت طبعا زوجتي واولادي وبالصدفه لقيته موجود فقلت اتصور معاه. طب هنريح شويه من الرياضه. تمام. ونخرج للاسره. تمام. دور الاسره. تمام. قول لي دلوقتي شايف الاسره بتبقى فيها صعوبه في انتقالات الاولاد الصغيرين. زمان وانت صغير كان بابا بياخدك يوديك النادي ولا انت كنت معتمد على نفسك كل حاجه؟ لا بابا وداني النادي بس مرتين وبعد كده انا خلاص بقيت اروح انا على طول يعني بقيت عارف الطريق. مظبوط خلاص يعني هو وصلني مره مرتين وبعد كده انا خلاص بقيت بروح مترو انفاق على طول عارف الطريق. انا كنت ساكن في كوبري اوبا من كوبري اوبا على التحرير ومن التحرير على النادي الاهلي على طول. طيب كابتن عبد الله قول لي دور الاسره اللي يعني وقت كبير بتقضيه بره واسرتك موجوده انا عارف انت عندك بنتين. تمام. وعندك زوجه والموضوع بيمشي ازاي؟ يعني ازاي بتوفق بين ده؟ ازاي بتتابع اولادك وتتابع منتخب مصر وتتابع النادي الاهلي وتتابع كل ده؟ طبعا الاول انا احب اشكر طبعا والدي ووالدتي و اللي هم عملوه مع عبد الله اللي هم وصلوا عبد الله لحد وقتنا هذا اللي احنا فيه دوت. بشكر كمان اخواتي البنات تعبوا معايا جدا قبل طبعا ما اتجوز اما كنت موجود في البيت الاولاني مع الحاج والحاجه فطبعا تعبوا معايا جدا استحملوني كتير طبعا. بالنسبه طبعا لما خلاص ارتبطت بقى وخلاص وحصل موضوع جواز طبعا موضوع صعب يعني خلاص بقى في بنتين دلوقتي هو بيلعبوا الحمد لله رب العالمين في 8 سنين وعشر سنين برضو؟ في النادي الاهلي طبعا فعلا الحمد لله. قول لي اخبارهم ايه؟ والله كويسين يعني عندي ارتياج كبيره بتلعب في 10 سنين بقى لها دي ثاني سنه ليها ورماس نفس القصه بتلعب في 8 سنين ثاني سنه ليها. كويسين يعني اسال عليهم يعني رحت بعض الماتشات مش ماتشات كتيره بس اسال عليهم
قول لي حكايه طبعا. الصوره دي ايه؟ دي صوره بعد كاس مصر، نهائي كاس مصر. اه الصوره حبوا يصوروا بالكاس، صوروا بيهم الاثنين طبعا. طب بقول لك ايه؟ ايه رايك نطلع لحاجه كده تشوفها ونرجع نعلق عليها؟ طيب اوكي ماشي. ده دولاب بابا اللي فيه كاسات وميداليات. انا اسمي تير عبد الله وانا فخور ان انا منك ونفسي اكون زيك في لعبك واخلاقك واحترامك لجمهورك. يا رب اكون عند حسن ظنك بيا. بحبك قوي يا بابا. انا اسمي ريناس، انا مبسوطه ان انا شبه بابا، وانا نفسي اقلع بالسيره زي حضرتك وبحبك قوي يا بابا. اكتر حاجه بحبها في الجمهور ان هم لما يقولوا بابا ارقص يا بالا، ارقص يا بالا. ايه قول لي حكايه كبيره. دولاب بطولات، تحب تقعد جنب الدولاب ده؟ اه احب اتفرج عليه. تحب تتفرج عليه؟ اه طبعا. قول لي احكي. كل كاس ليه ذكريات وانا قاعد كده، يعني اما يكون بقى خلاص سيزون خلص وقت التعب او وقت ما يكون في ستريس جامد، اقعد كده في الريسبشن واشوف بقى الكاسات تاني واسترجع البطولات تاني وتديني حماس وقوه تاني قدامنا. قول لي اي واحد فيهم. اه طبعا الاول واحد دوت، ده مهم جدا، ده بتاع احسن لاعب في كاس ايطاليا. اه ده مهم جدا، ده قدامي على طول الوقت. لازم اشوفه على طول يعني. لازم. اه بس يفكر. الفيديو ده مفاجاه كده. قول لي. انا امبارح فعلا دخلت البيت حسيت ان في حاجه، في كاسات كده، بس قلت ممكن تكون يعني حاجه في توضيب. اه في البيت ما خدتش بالي خالص. قول لي بتعمل ايه في البيت؟ لا عادي يعني. تعب مراتك في البيت؟ لا والله، لا والله هي الاول يعني انا بحب اشكرها. مستحمله كتير طبعا، هي مش متواجد في البيت كتير طبعا بحكم الشغل في الرياضه يعني. اه طبعا. ولادي نفس القصه، بيشوفوني اوقات قليله طبعا، بروح التمرين برجع بالليل، هم بيبقوا في المدرسه الصبح يرجعوا نفس القصه. سفر كتير. ايه الصوره دي؟ دي صوره في نادي الشمس. ها السنه اللي فاتت بعد ما ارتاج كسبت البطوله بتاعتها. بعد ما ارتاج كسبت البطوله بتاعتها. مظبوط. بتروح تتفرج عليهم يا كابتن عبد الله؟ والله ما يكونوا عندي وقت فاضي على طول يعني، ما بتاخرش عليهم طبعا. طب سؤال تاني بصراحه. اتفضل. عمرك ما مرنتهم في الملعب؟ يعني ما وقفتش لعبت معاهم فولي؟ لسه يوم التلات اللي فات. اول مره. اول مره كده يكون عندي وقت فاضي فبروح العب معاهم طبعا. انا بعد ما شفت الفيديو ده اثر فيا جامد. فعلا. انا حتى يعني مفاجاه يعني، ارتاج ورماس. ارتاج لعبه سباحه ولعبه جمباز ولعبه شويه فيتنس كده. ما كنتش متوقع هي تحب الفولي خالص. ما ضغطتش عليهم ان هم يروحوا يلعبوا الفولي؟ لا ما ضغطتش خالص. خالص بطلبهم هم. قالوا لي احنا عايزين نلعب، عايزين نشوف الطايره ونلعب طايره. طبعا بيجوا الاستاد بيشجعوني وبيجوا مع النادي ويشجعوني ويشوفوا. قلت لهم تعالوا خلاص يعني. الحب اللي شفتهم في عينهم دوت انا يعني استغربته، وفي نفس الوقت يعني كان بالنسبه لهم فجاه. فقلت لا خلاص بقى لازم يكونوا التجربه ويكملوا. بس انا سامع انت عامل دوشه في البيت. لا 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 خالص. طب خد التليفون وقول الو. الو الو. ايوه ازيك يا لالا؟ ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ منى طبعا لازم نعرفها بس الاول عشان دي زوجة الكابتن عبد الله عبد السلام، هنتحاور معاها هنحطها على الهواء ونعرف كابتن عبد الله عبد السلام بيعمل ايه في البيت. كابتن منى مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ بخير الحمد لله، كله تمام. قولي لي عبد الله بيعمل ايه في البيت؟ كابتن عبد الله زي ما هو كده شايفينه في الملعب حماس وروح وجري وتنطيط، ولا هادي في البيت بصراحه؟ الاثنين. الاثنين. هو هادي احيانا وساعات يهايبر كده مع البنات ويجروا في الشقه. يعني هم هو جميل. هم ثلاثه بيجروا. فظاع اساسا مع بعض هم الثلاثه. عاملين يعني كومبانيشن كويسه جوه البيت. بيعاملوني انا اللي بنتهم. طب قولي لي يا مدام منى بعد اذن حضرتك، فعلا يعني قولي لي وقت ما عبد الله بيكون راجع خسران من مباراه او حاجه زي كده، ايه اللي بتعمليه في البيت؟ ايه اللي بيحصل معايا؟ والله انا يعني هو طبعا انا بحس ان هو بيبقى طبعا جاي زعلان جدا وبيبقى متضايق جدا من غير حتى من قبل ما يرجع كمان البيت. بس الواحد بيحاول يظبط الامور وودي له سبورت كده ان خلاص حاجه وعدت وربنا اكيد شايل حاجه احسن. وكله بيعدي الحمد لله واهو. اشوفه دايما بخير باذن الله. تقول لها ايه على الهوا كده وهي معانا؟ بجد اقول لها ربنا يخليكي ليا ويخلينا لبناتنا
ويدوم حبنا على طول الوقت. وانت انسانه مخلصه جدا ومحترمه جدا، وبحمد ربنا اللي ربنا ادهاني وكتبها لي، وربنا يا رب كده نكون مع بعض على طول العمر يا رب. مدام منى عايزين اعرف منك بيحب ياكل ايه بصراحه. والله هو بيحب ياكل يعني هو بيحب اكل مامته جدا جدا جدا، ودايما يكرني وطبعا هي تكسب. طبعا اكيد هي لازم تكسب. بس اهو يعني بنحاول نظبط الامور ان يعني تبقى يطلع اكل كويس. مدام منى احنا بنشكرك شكرا جزيلا، شكرا على الفيديو جدا جدا جدا، وكنت معده هايله معانا في البرنامج النهارده. ربنا يكرمك ونشوفك على خير. يا رب تكون عجبت المفاجاه. جدا جدا جدا. هو هيتكلم عليها دلوقتي كابتن عبد الله. تقول لي ايه الاسره الكريمه؟ امسي تقول لي ايه الاسره الكريمه؟ طبعا بدايه من والدي ووالدتي. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منك ابدا. اخواتي البنات ربنا يكرمكم يا رب. تعبتوا مع عبد الله كتير وبشكركم. مش عارف يعني مهما شكرتكم ومهما قلت عنكم مش هقدر اوصف بحقكم. زوجتي طبعا ربنا يكرمك، تعبت معايا كتير، استحملتني كتير في الخساره برضو زي ما هي بتتكلم. ببقى متضايق اصعب وقت. طبعا انا انسان عنيد جدا في الرياضه. ما بحبش خساره حتى مع اصحابي لاي حاجه بره للرياضه، ما بحبش خساره فيها. عندي التحدي اول حاجه في حياتي، والحمد لله ما بكون حاجه لازم اكمل حد اخرها وابقى فيها رقم واحد. هاخد من ريماس صغيره بتقول وهي وريتاج قالوا ايه؟ ارقص يا بله. تمام. ايه موضوع بله ده؟ موضوع بله دوت يعني اللي قال لي الاسم بله دوت طبعا مدرب عزيز عليا جدا وحبيبي واخ كبير ليا كابتن شيفر الشمالي طبعا. الراجل ده تعب مع عبد الله كتير جدا. الراجل دوت واقف مع عبد الله بره الملعب كتير جدا. الراجل دوت صاحب واخ ومدرب وشخصيه مدرب جدا. فكابتن شيف الشمالي دوت اول واحد هو قال لي اسم بله دوت، هو اللي طلع عليا وانا صغير. هو اللي طلع عليك وانت صغير، الجمهور خد اسم بله وبدا يقول ارقص يا بله. مظبوط. الاسم ده بالنسبه لك برده كل اصحابك الفرقه وكل كباتن الفرقه بيقول لك يا بله في الملعب؟ مفيش حد يقول عبد الله، كله بله. مفيش عبد الله. مفيش عبد الله خالص. هي بله الاهم. مظبوط. طيب خلينا نرجع بقى للنادي الاهلي. تمام. نخش على بطولات النادي الاهلي. تمام. حياتي مع النادي الاهلي بطولات كتيره جدا جدا جدا، كانت اقرب بطوله لقلب كابتن عبد الله ايه؟ اقرب بطوله اخر بطوله. اشمعنى؟ اخر بطوله عبد الله غاب عن النادي الاهلي 3 سنين. وانا حبيت طبعا لازم اوضح بقى يعني ده الوقت اللي انا كنت مستنيه. لما رجعت من تجربه الاحتراف بتاع تركيا هي جهه تصريح احمد صلاح. في ناس رجعنا احنا نادي طلع الجيش. في ناس افتكرت عبد الله واحمد صلاح يعني سابوا النادي الاهلي عشان مقابل الماده. انت خدت السؤال بس كنت عايز اقول لك ايه الفرق بس خلاص. انت اتفضل. لا ده وقت مناسب يعني. تمام. انا اسف جدا. لا خالص خالص. فقلت يعني دلوقتي لازم بقى الواحد يرد. احنا رجعنا احمد صلاح من جلطة سراي. مفيش حد في النادي الاهلي كلمنا. واول حاجه اول ما رجعنا الناس قالت على عبد الله احمد صلاح كبروا. مع ان الحمد لله راجعين من جلطة سراي عاملين موسم ولا احلى ولا اروع. واخدين رابع دوري، دوري قوي جدا، دوري فيه محترفين عاليين جدا. اتحاربنا 3 سنين احمد صلاح لما رحنا النادي طلائع الجيش. وده طبعا مش بارادتنا احنا، في اي وقت اول ما النادي الاهلي اتكلمنا رجعنا على طول. دي كان يعني حد من جوه النادي الاهلي. يعني مش عايز اقول اسماء، حد من النادي الاهلي قال على عبد الله واحمد صلاح هم كبروا وخلاص. فطبعا زي ما قلت لك حضرتك انا بحب التحدي جدا، انا انسان عنيد. احمد صلاح طبعا رفيق العمر في الملاعب معايا، عارف شخصيه عبد الله وانا عارفه كويس جدا. لازم نروح عندنا طلع الجيش الحمد لله رب العالمين. قعدنا 3 سنين الحمد لله رب العالمين ناخد كاس ودوله افريقيه وعربيه الحمد لله رب العالمين لحد ما رجعنا النادي الاهلي. الصوره دي كانت امتى؟ الصوره دي 2010 في استاد القاهره. كابتن حمدي واخد احسن استقبال، احمد صلاح واخد احسن لاعب، وانا واخد احسن مواد. دي كان ماتش الهلال السعودي كسبنا فيه 3-1. 3-1 بطوله عربيه؟ بطوله عربيه، هي بطوله عربيه. بطوله عربيه. لكن كابتن عبد الله لما انا عارف اللي انت يعني بتشور النادي الاهلي، يعني بتعشق حاجه اسمها النادي الاهلي، قول لي شعورك ايه وانت بتلعب 3 سنين وبتلعب قدام الفانيلا الحمراء ازاي؟ تمام. احساس صعب يا كابتن خالد. اول ماتش كمان ليا مع النادي الاهلي كان جوه صاله النادي الاهلي. انا داخل الصاله مش متعود اغير في ده بيتك؟ طبعا. بيتي اول حاجه داخل، الناس بتسلم عليا يعني بقالي كتير ما شفتهمش،
الناس لا بتسلم عليا تحس السلام اللي الناس بتسلم عليك اللي انت عبد الله اللي بتلعب في النادي الاهلي مش عبد الله جاي من طلائع الجيش يلعب في النادي الاهلي متعود اغير في اوضه معينه بيتغير في اوضه اللي فوق مظبوط بيتغير في اوضه الضيوف دخلت الصاله مستغرب استاذ قال لي كتير ما دخلتهاش اول ماتش العبه فيها وما كنتش متوقع خالص ان انا طول حياتي لو خرجت بره النادي الاهلي على الاحتراف على طول او بعد ما ارجع من الاحتراف ارجع النادي الاهلي على طول النادي الاهلي احتراف احتراف نادي اهلي مظبوط يعني التجربه بتاعه طلائع الجيش ديت رحت اول ماتش يا كابتن خالد انا في حيز هون بخش الصاله الصاله دي كنت بلعب فيها وبتمرن فيها بقت النهارده العب ضد النادي بتاعي حتى وانا في الملعب يعني الماتش ده ربنا كرمنا فيه كسبنا 3-1 احساس صعب يعني مش زي عارف زي يعني والله بيكس. يعني حد الشوط الثاني انا قاعد جوه الملعب مش متخيل الموقف اللي شايف هنا حمرا هناك بتلعبني وانا لابس فانلة سودا فمستغرب برضو يعني الوضع لحد ما خلاص بقى ابتديت اتاقلم على الوضع واحده واحده بعد ما عدينا اول ماتش ده خلاص بقى ابتديت بقى خلاص عبد الله كلامك بصراحه اصحابك في النادي الاهلي اكيد كتير تمام في كل الالعاب انا عارف انت يعني حد محبوب جدا في وسط الالعاب الرياضيه كلها قول لي قالوا لك ايه وانت رايح الجيش او عرفوا ان كابتن عبد الله عبد السلام مرة في الجيش ومش جاي النادي الاهلي بعد ما رجع من الجلسه السابقه قالوا ايه كله مستغرب كل الناس استغربت ما حدش زي كلامك انت واحمد قلت لهم لا والله ما حدش كلمني انا واحمد فعلا لا اصل في ناس بتقول في النادي اللي انتوا فضلتوا طلع الجيش عشان الماده لا والله خالص ما فيش حد يكلمني خالص واستحى النادي الاهلي يكلمني مع ان انا في النادي الاهلي كان عادي اكتر من نادي طلع الجيش يعني راح طلع الجيش بفلوس اقل من النادي الاهلي فاستحاله افضل حاجه زي كده فطبعا بعد ما عدينا اول سنه وربنا كرمنا كسبنا الكاس فيها لقيت بقى الناس كلها امتى هترجع الاهلي امتى هترجع الاهلي امتى هترجع الاهلي امتى هترجع الاهلي فطبعا قلت لهم لا ما حدش كلمني السنه الثانيه بعد اول سنه ما حدش كلمني السنه الثانيه كنت ماضي كام سنه هناك انا كنت ماضي سنه بسنتها سنه يعني كل سنه كان ممكن تيجي النادي الاهلي فما حدش كلمك برضه يعني هو كمان يعني اول سنه خلصت كسبنا فيها كاس الاهلي خد بطوله افريقيه طب قول لي الصوره دي معلش ونقطع معاك قول لي الصوره دي لا صوره عزيزه عليا عليا جدا وغاليه عليا جدا دي صوره بعد رجوع النادي الاهلي قعدت 3 سنين وطبعا دي عايز اقول عليها صوره جدا يعني دي صوره عزيزه عليك طبعا كابتن عبد الله معانا تليفون من كابتن كبير كابتن اعتقد ان انت لحقته معاه يعني وصلتوا مع بعض وانا عارف انت بتحبه جدا ناخد التليفون ونشوف مين معانا على التليفون مساء الخير مساء الخير يا كابتن خالد تحياتي ليك وتحياتي للنجم الكبير كابتن عبد الله وتحياتي لكل جمهور النادي الاهلي معانا كابتن عماد فاروق كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر في الثمانينات التسعينات كابتن عبد الله لحقه في الاواخر كابتن عماد كابتن عبد الله لحق في اخر سنه تقريبا لعبتوا مع بعض وقول لي كنت شايف كابتن عبد الله عبد السلام وهو طالع ازاي طيب اولا طبعا يعني كابتن عبد الله ده حبيبي تمام حبيبي كابتن وانا بعتبره طبعا يعني هو كبير في المقام انما هو اخويا الصغير طبعا واحنا اتعودنا الروح دي تبقى بينا في النادي الاهلي تمام وانا بس عايز اقول حاجه لجيل عبد الله عبد السلام واحمد صلاح والجيل الجميل ده عايز اقول حاجه بس عشان الناس تبقى عارفاها احنا كان عندنا طموحات كبيره جدا في وقت الرياضه ما كانتش يعني مرنه فيه قوي في القوانين والاحتراف لا انا عايز اقول ان الجيل ده اتحمل المسؤوليه وحقق لنا احنا احلامنا الجيل ده بنى على كمل اللي احنا عملناه وفعلا حقق لنا طموح كبير قوي الوصول للعالميه. عبد الله انا بعتبره في يعني من وجهه نظري الفنيه ومن خلال خبرتي في الملاعب ان هو بالذات نقطه فارقه في التاكتكس يعني الاسلوب الخططي اللي اتنقلنا بيه للعالميه. ليه بقى الكلام ده مبني على ايه؟ دايما كنا احنا متعودين في المعدين طبعا في عمالقه كابتن محمود فرج وكابتن محمد شعراوي وفي الكابتن بعديهم الكابتن ماجد وفي محمد عبد الرحمن كباتن طبعا كبار كلهم وكابتن حسام يعني احنا بحيي كابتن محمود فرج وكابتن محمد شعراوي دول الكباتن الكبار بتوعنا طبعا انما عبد الله عمل ايه؟ عبد الله عمل نقله نوعيه ان احنا نقدر في الطرق الخططيه نجاري الفرق العالميه دايما اتعودنا ان المعد ده بيكون قصير وبتكون يعني مهاراته مش مكتمله قوي خصوصا مهاره حائط الطب بيكون دايما نقطه ضعف في الفرقه الحقيقه ان القصه دي العالم كله خلاص ما بقاش في حاجه اسمها معد قصير او ما بقاش في حاجه اسمها نقطه ضعف في البلوك حائط الطب
طبعا بوجود عبد الله عبد السلام مش بس قطول، يعني طول في ناس طوال كتير، ولكن مهارته وموهبته عملت نقله نوعيه جدا، وخصوصا في ظل كمان جيل من الضاربين الممتازين اللي صنعوا فارق كبير جدا جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، يتقدمهم طبعا احمد صلاح. والحقيقه ان عبد الله عبد السلام تحمل مسؤوليه ونجح فيها، ونجح ان هو يرفع اسم مصر واسمه في كل مكان يعني لعب فيه، وانا متابعه كويس قوي، وفعلا بشكره على كل اللي عمله لبلده والانديه اللي لعب فيها، ومبسوط ان هو رجع لحضن نادينا، وبدعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه هو واسرته الجميله لكل خير. كابتن عماد اتفضل يا كابتن. كابتن عبد الله معاك. كابتن عماد ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن عماد، وحشني جدا حبيبي. حضرتك طبعا لعيب كبير وابن النادي الاهلي ومن احسن لعيبه في افريقيا وشخصيه محترمه جدا، اتشرفت ان انا بمعرفه حضرتك واتفرجت على حضرتك، والشرف ان انا لعبت معاك وانا صغير جيمات بره النادي طبعاً. الاهلي طبعا دي شرف ليا جامد جدا. ربنا يبارك كابتن عماد على الكلام حضرتك الجميل اللي انت بتقوله دوت، وربنا يديك المعروف يا رب، وربنا يكرمك ويوفقك على طول. الله يخليك. انا بس عاوز اقول كلمه اخيره يا كابتن خالد. اتفضل يا كابتن عماد. انا انت عارف، انت عارفني كويس واحنا اصدقاء يعني. طبعا انت من الجيل الذهبي بتاع الكره اليد اللي رفع برضو اسم مصر يعني في السماء. انا ما بحبش خالص اجامل في كلامي الفني عشان الناس، بس بجد متاكد في عبد الله وفرقته وجيله جيل ملهم، جيل رائع، فأرجو فعلا ان الجيل ده يتم بطرق علميه ان هو نعرف ازاي ان هو يستلم منه جيل عديد. النماذج دي مش سهله ابدا ابدا ابدا، تمر على اجيال يعني تقعد اجيال عبال ما يطلع لنا نماذج مشرفه زي دي، وخصوصا الالتزام الاخلاقي والادبي. بجد فعلا نماذج مشرفه. ربنا يحفظ الجميع، متشكر جدا جدا جدا، مش عاوز اخد من وقتكم اصلا. كابتن عماد فاروق كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر، شكرا جزيلا، كنت معانا النهارده مع مداخله جميله من كابتن عماد فاروق، قال غيرت شكل الكره الطايره. كابتن عماد قال انت سبب رئيسي في تعديل تكتيك كبير في منتخب مصر او في مصر. دي شهاده وسام على صدر الصراحه. عايز اعرف، اسمع من كلام كابتن عماد، اسمع الكلام ده طبعا دي حاجه بالنسبه لي كبيره جدا. عايز اعرف كابتن عبد الله بصراحه يعني ايه غيرنا شكل التكتيك؟ انا هفهمها طبعا، بس عايز افهمها للجماهير ان هو كان الضريق قبل كده الباسير ما كانش، كان في نقطه ضعف في البلوك بتاعته. مظبوط صح؟ وانت ما شاء الله الالقاب قدامي بتقول احسن صد، احسن حد صد، يعني قول لنا ازاي ايه اللي حصل؟ هو الموضوع زي ما كابتن عماد وضح، اللي احنا عندنا البلاي ميكر او الفكر من زمان اللي هو بيبقى قصير. فطبعا اما التجربه بتاعت عبد الله اللي ابتدت من نقله كابتن ابراهيم اللي هو غير عبد الله كمعد، بالنسبه لبعض الناس اللي واحد طويل اللي يلعب معد، دي كانت صعبه شويه طبعا عشان التوافق وعشان الجري وعشان مش مناسبه للبلاي ميكر. فالحمد لله رب العالمين يعني ربنا كرمني، وقبليها طبعا كان موجود كابتن محمد عبد الرحمن طبعا برضو طويل زيي، فربنا كرمني بالتجربه دي الحمد لله رب العالمين، قدرت احققها، ابتدت بالحظ بطولات مع النادي الاهلي والاحتراف في اوروبا وارجع تاني، دي كانت بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. كابتن عبد الله بعد ما غيرت شكل الملعب، قول لنا النهارده كابتن عبد الله ايه اللي ما حققوش؟ ايه اللي لسه عايز احققه؟ والله انا بحمد ربنا الحمد لله علينا فيه، والحمد لله علينا فيه لحد دلوقتي. لا الحمد رب العالمين يعني يعني اللي ربنا كاتبه ليا بعد كده انا راضي بيه، الحمد رب العالمين دلوقتي موجود في النادي الاهلي، نادي كبير جدا واحسن نادي في مصر، ودي حاجه بالنسبه لي انا فخور بيها، ودي كان نفسي ان انا ارجع النادي الاهلي بعد طبعا طلائع الجيش، كان مسؤوليه صعبه، تحدي جامد، هيحصل اي اخفاق مش ترجع النادي الاهلي تاني. فالحمد لله رب العالمين يعني حققت الحمد لله، احترفت في ايطاليا، حققت دوري ايطالي مهم جدا، حققت كاس ايطاليا، رحت تركيا، لعبت الحمد لله رب العالمين. كان نفسي وانا بتفرج على نيات الكاس العالم وانا صغير ان انا العب مع الناس دي او اشوف الناس ديت، الحمد لله ربنا كاتبها لي، ابتديت ان انا اكون واحد من الناس اللي انا
دخلت منتخب مصر وشفت الناس ديت من المنتخب، والحمد لله رب العالمين بعد المنتخب بقت لعيب حر كده بلعب معاهم وبقت محترف، طبعا بالنسبه لي حاجه الحمد لله رب العالمين. عندنا اسئله كتيره جايه لنا، لكن عايزين نتكلم على علاقتك بالسوشيال ميديا وجماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا. والله يعني انا السوشيال ميديا بالنسبه لي يعني انا ما بحبها وما بحبهاش. كويس. بدايه حصل موقف يعني بعد اما كسبنا النادي الاهلي لما كنت انا في طلاع الجيش. طبعا بقى حصل ناس خرجت عن النص معايا انا واحمد، وكان بالنسبه لي دي طبعا على السوشيال ميديا طبعا صفحتي ما كنتش عاجبها يعني ما كنتش حابب الموضوع، فطبعا كان كلام خارج عن النص جدا، دي من احد الاسباب اللي ساعتها كرهتني موضوع السوشيال ميديا. الخروج كان على النص جامد شويه معاك؟ جامد جامد حتى انا جالي تليفون من البيت يعني خلي بالك في كذا كذا ما تزعلش وخلاص يعني ما هتعمل ايه طيب يعني. بس هو نفس الجمهور ده اللي بيشجع عبد الله عبد السلام ويقول ارقص يا بلا مستحيل؟ لا 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 مش هو الناس، عشان في ناس وانا في طلائع الجيش عامل سبورت جامد جدا مستني عبد الله يرجع النادي الاهلي. على ما اعتقد مش دي الناس اللي موجوده دلوقتي او الناس اللي رحبت بيا بعد ما رجعت عن طريق رجعت النادي الاهلي تاني. فبالنسبه للسوشيال ميديا دي يعني سلاح ذو حدين. في لعيبه يعني بتحب السوشيال ميديا كقرايه، اي اخبار تنزل اي كومنتات بتحصل عليهم بيقراوا ويشغلوا دماغهم. انا لا ما بحبش الحاجات دي كلها. انا لو جت حاجه في السكه اوكي اقرا، غير كده ما بهتمش. حتى لو حد جه قال لي ده في كذا كذا مكتوب عنك في كذا، مش من الناس اللي بجري واشوف الموضوع مين اللي كاتب او مين او مستني حد يرد او مستني حد يرد لي او حد يكتب. لا انا بريح دماغي خالص. طب قول لي علاقتك ايه بجمهور بقى النادي نفسه، يعني جمهور النادي اللي بيجي يشجع كابتن عبد الله عبد السلام وبيجي يشجع النادي الاهلي جوه الملعب. انا الجمهور النادي انا بحبه في الكوره، انا بروح الكوره عشان اشجع كوره. بتروح؟ انا بروح الكوره بشجع كوره. انا بحب الكوره. فالجمهور انا بقابلهم في ملعب الكوره. بتقابل الجمهور؟ بقابل الجمهور في ملعب الكوره. وتقعد تشجع في درجه ثالثه واولى وكله؟ ما انا بحب الاهلي. طب خد بقى اخر تليفون النهارده معانا. بس انت اللي هتاخد المباراه دي، اشتغل انت بقى دور المذيع. الو والله حبيبي. حبيبي مين؟ عامل ايه؟ ابو صلاح. حبيبي ابو صلاح. حبيبي يا احمد رفيق ضرب. نور يا حبيبي والله. الله يخليك بنورك ابو صلاح. 100 100 والله. كان نفسنا تكون معانا. يا ان شاء الله قريب، انا متفق مع كابتن خالد والله. ان شاء الله اتشرف يا احمد. ان شاء الله. قول لي مساء الفل يا كابتن احمد. حبيبي يا كابتن خالد. اخبارك ايه؟ والله بنعمه الحمد لله رب العالمين. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. كابتن احمد عايزين موقف، انا عارف ان في مواقف كبيره متشابكه بينك وبين كابتن عبد الله. رفيق ده ضرب كبير ما شاء الله عليكم، وان شاء الله كده تكملوا كمان 20 سنه، بس قول لنا حاجه مهمه جدا جدا كانت بينك وبين كابتن عبد الله، موقف حاجات تضحكوا عليها، حاجات شفتوها بره مع بعض، قول لنا يا ريت قول لنا موقف كده. لا ابو الكباتن يعني عبد الله طبعا اخويا وحبيبي وعشره اكتر مثلا من 20 سنه. بيتنا مع بعض وبتاعنا مع بعض، عملنا كل حاجه مع بعض بصراحه يعني. تمام. انا وعبد الله بصراحه عشنا برضه ايام حلوه مع بعض وايام وحشه مع بعض. اللي بيني وبين عبد الله حاجات كتيره جدا اخويه. وحتى الحمد لله رب العالمين مشينا مع بعض كويس جدا في البولي يعني. ف والله الواحد يعني ساعات يقول ايه ولا ايه ولا ايه يعني بالنسبه اللي بينه وبين عبد الله بصراحه بره البولي وجوه البولي يعني. طب هنسمع كده في حاجات كده كتير. هساله اهو. هساله لك. قول لي موقف بينك وبينه كابتن عبد الله. لا موقف طريف جدا. كنا في اليابان. كويس. بدا يضحك. لا حاجه تانية يا احمد. اتفضل. كان في طبعا مطرب اسمه حمزه نمره. فاحمد صلاح كان في اغنيه بيحبها هو. عمال يسمعها على طول ومنسجم معاها جدا فالمهم فكابتن شريف وقفه قال له يا احمد في ايه؟ قال له يا كابتن شريف اغنيه ولا على البال ولا على الخاطر. قال له مين بيغنيها يا احمد؟ قال له حمزه النمر. طبعا الفرقه كلنا ما قدرناش ساعتها. حمزه النمر احمد اسمه حمزه نمر. ماشي يا والله. حاجه خفيفه دي ابو صلاح كده. خفيف؟ خفيف. طب واحده على الهواء؟ لا كده دي حلوه قوي دي كده. كفايه كابتن احمد وانت معانا. كفايه كده يا كابتن. حاضر. طيب حاجه سريعه قول لنا اخبار استعدادات الاهلي ان شاء الله للموسم الجديد، موسم ان شاء الله يعني يكون ان شاء الله كله كده ميداليات وبطولات للنادي الاهلي.
لا كابتن، الموسم طبعا حضرتك عارف ان الموسم ده بالنسبه لنا مهم جدا، خصوصا طبعا ان عبد الله الحمد لله السنه اللي فاتت عمل موسم كويس، واللعيبه الباقيه كلها اللي كانت مطلوبه من السنه اللي فاتت رجعت النادي الاهلي. فطبعا الموسم بالنسبه لنا كموسم مهم وصعب، لكن الحمد لله اللعيبه كلها عارفه قيمه النادي الاهلي، وعارفه ان واحد من النادي الاهلي مستني مننا المزيد السنه ان شاء الله السنه دي، ومركزين جدا على احراز البطولات ان شاء الله باذن الله السنه دي، ونبدا في مسيره النجاح ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد، يعني مش عايزين يعني بنخلص، مش عايزين، لسه معانا حلقه كبيره ان شاء الله معاك قريب، وهتكون معانا عشان نفتح كل الاسرار بتاعه حضرتك برده زي كابتن عبد الله كده، مستنيينك في اقرب وقت باذن الله. كابتن احمد صلاح، احسن ضارب في العالم. انا عايز اقول له حاجه. قول له خالد، اتفضل. طبعا احمد صاحبي وعشره عمره وحبيبي. طبعا احمد صلاح اهم لاعب كره طايره في مصر ما شاء الله. اهم يعني اسطوره بما تحمله الكلمه، يعني انا بحبه بصراحه. طبعا لا مجتهد، ستايل تكنيك مهاري، بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه. طبعا نجم كبير ولاعب كبير، اتمنى التوفيق، اتمنى رجوع البيت ان شاء الله، ربنا يكرمنا ويحافظ على البطولات كده ونكمل مع بعض. امين. ولا طبعا احمد انسان محترم وشخص. قول لنا الصوره دي. الصوره دي 2007 بطوله العالم. ايوه. كابتن احمد صلاح اخذ فيها؟ لا احمد خد 2011. 2011. خد احسن لاعب في بطوله العالم. طبعا احمد يستحقها، احمد لعيب كبير، ممكن تكون جت متاخره شويه، بس هو لا الصراحه احمد اجتهد، احمد زي ما نقول نحت في الصخر جامد لحد يوصل هو فيه دوت. فلا احمد بيحلم معايا ونحن صغيرين، يعني احنا صغيرين بنحلم مع بعض نحترف في النادي مع بعض. الحمد لله ربنا كتبنا في تركيا، بنحترف نحقق كل البطولات مع بعض، بنبقى من الناس المشاريع في العالم. كمان الحمد لله برضه خدنا الدوري في الدوري اللبناني. ما شاء الله ما شاء الله. فلا احمد ربنا يكرمك يا احمد ويوفقك كده، ورجوعك لنا انت واحمد رؤوف كده السنه دي ان شاء الله تبقى وش السعد علينا كده ان شاء الله، ونرجع البطولات وامجاد النادي الاهلي تاني باذن الله. حبيبي يا بابا، ربنا يكرمنا ان شاء الله كلنا، وان شاء الله باذن الله انا يعني اقصى ما عندنا ان شاء الله عشان نبدا يعني نفرح جمهور النادي الاهلي اللي هو يستحق دايما يبقى على طول دايما في الانبساط والفرحه، وان شاء الله باذن الله نعمل كل اللي نقدر عليه باذن الله السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كابتن احمد صلاح. ربنا يكرمك. شكرا. بتطلع لي مفاجآت انا مش متوقعها، لان يعني في البيت ما لفينا صح؟ لفينا يعني. شويه. عايزين نخش على سعادات بقى النادي، لان ده خلاص بص الوقت بتاعنا بيجري. تمام. فعايزين نتكلم على سعادات النادي الاهلي على الموسم الجديد. طبعا الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا بثلاثيه السنه اللي فاتت. الموسم السنه دي موسم قوي جدا، كل الفرقه دعمت بلعيبه محترفين. واحنا الحمد لله رب العالمين رجوع احمد صلاح لينا ومحمود رؤوف لينا. ومعنا لاعب محترف روسي سيرجي. اكيد ده بيزيد قوه النادي الاهلي، النادي الاهلي متعود احنا نكون رقم واحد الحمد لله. ربنا يكرم ان شاء الله، نحاول نعمل اللي علينا وزياده وان شاء الله، وربنا يكرمنا. طبعا موسم شاق جدا. عندنا بطولات ايه يا كابتن عبد الله في عندنا بطوله ده. دوري خلاص هنبتدي ان شاء الله يوم 12 نوفمبر. وعندنا بطوله عربيه ان شاء الله في شهر 2. ونرجع نكمل افريقيا ان شاء الله، لسه مش عارفين فين، بس عندنا عربيه في تونس، وبعد كده ان شاء الله بنختم بالكاس. طبعا الاستعداد كابتن محمد مسرح، طبعا بشكره جدا، طبعا هو الجهاز الفني، ناس بتشتغل بطريقه محترفين، ناس بتحب النادي الاهلي، الناس عارفه يعني ايه كان النادي الاهلي. ابتدوا من شهر 7 الحمد لله. ماشيين في خطه ثابته الحمد لله. حصل لنا ان احنا في 10 لعيبه كانوا انضموا لبطوله العالم. كنا مع الكابتن محمد مسلحي، وبعد كده ما رجعنا تاني. في لعبه مكمله لحد دلوقتي في بطوله عربيه. طبعا بتمنى لمنتخبنا ان شاء الله في بطوله عربيه ان شاء الله الفوز. بيلعبوا النهارده اول مباراه. بيلعبوا اول مباراه النهارده. اتمنى لهم الفوز ان شاء الله، والحفاظ على لقب البطوله العربيه ان شاء الله رب العالمين. طبعا من الاستعداد دلوقتي ما فيش الا 5 6 لعيبه طبعا. وطبعا مع تسعيد يوسف الصافي ويوسف مرجان وعمر ياسر، فدي حاجه مهمه بالنسبه لنا طبعا. قول لي علاقتك ايه بكابتن ميدو، كابتن محمد مصلحي المدير الفني للفريق، ليك صوره شفتها قريب جدا في بطوله انتوا الاثنين، يعني هو كان على الارض وانت جريت عليه او حاجه زي كده، مظبوط؟ مظبوط. ايه بقى الحكايه دي؟ طبعا كابتن ميدو انا ليا الشرف طبعا ان انا لعبت معاه اول حاجه في الملعب او تم تصعيده وانا صغير ان انا اشوفه. الحمد لله حضرته ولعبت معاه طبعا مع كوكبه من النجوم، كابتن حمدي صافي، كابتن ايمن سلحي، كابتن ماجد مصطفى، كابتن ايمن رشدي، كابتن اسامه قمصان. طبعا لعيبه كبار جدا ان انا حضرته ولعبت معاهم. حضرته لاعب. قعدت بعد ايه يا كابتن عبد الله؟
تقريبا. قعدت معاه من بعد ما خلصنا الحمد لله كاس عالم في ايران واحنا صغيرين 19 سنه، قعدت معاه اربع سنين ملعب واحد والحمد لله لحد ما هو ختم معانا الحمد لله رب العالمين باربع بطولات مع كابتن نور عطيه طبعا المدير المحترم القدير حبيبي طبعا كابتن نور ربنا يكرمه طبعا ويوفقه. حضرت كابتن ميدو لحد ما نهى يعني اخر سيزون باربع بطولات، وحضرته مساعد مدرب مع الكابتن نور عطيه، وحضرته مساعد مدرب مع الكابتن ابراهيم فخر الدين، والحمد لله لحد ما حضرته مدير فني. شخصيه محترمه جدا، شخصيه بتحب النادي الاهلي لابعد الحدود، اهلاوي صميم جدا، اهلاوي يعني مش يعني حتى النخاع زي ما بيقولوا، بيحب النادي الاهلي، بيحب تربي النادي الاهلي، مجتهد جدا، محترم جدا طبعا، اخ كبير لينا. فكابتن ميدو مهما قلت طبعا مش هقدر اوصف حقه معانا. طبعا عايزين كابتن عبد الله، عايز اقطع كلامك بس عشان الوقت بيجري معانا بسرعه. عايزين نتكلم، هي دي الصوره بس هنتكلم على الصوره دي، معلش عايزك تتكلم على الصوره دي بالذات. ايه والله الصوره دي يعني كل ما اشوفها جسمي بيقشعر. ايه بقى احكي لنا الموضوع ده. دي كان خلاص البوينت ال 24 نهائي افريقيا في الصاله عندي صاله النادي من لاعب طلائع الجيش، خلاص كنا 24-16 خدت دي اخر بطوله. خدت حق الصد طبعا وجريت عليه طبعا. هو حماسي كابتن ميدو، تحس كأنه لحد دلوقتي لسه بيلعب مش مدرب. مش مدرب لا لحد دلوقتي لسه بيلعب مش مدرب، حتى يعني في التمرين بحس اللي هو عايز يقوم، مثلا لما بتنافس مع حد من صحابي بحس اللي هو عايز يقوم يخش معانا في التنافس دوت. فطبعا الصوره ديت يعني عظيمه جدا، صوره فيها مجهود، فيها تعب سنه. يعني الوشوش كده وهي بتقابل دي تعب سنه، دي تعب سنه، حب احترام وتقدير، فرحه خلاص البطوله على اوشكت على ابواب، حاجه لا شعوريه طبعا. ضغط عليه جامد جدا. حصل اخفاق السنه اللي قبلها بطوله الدوري، حصل اخفاق بطوله الكاس، ربنا كرمه قبل البطوله الافريقيه دي ببطوله الدوري، بطوله افريقيه خلاص داخله دولاب النادي. فطبعا لا الصوره دي بتشيل عليه كل العبء، ضغط جامد جدا، تعب السنه. تعب سنه خلاص يا كابتن خالد، الموسم بنفنشه وراجعين ضغط هائل عليه جدا. فطبعا انا بشكره جدا وشخصيه بحبها جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي ونحقق كمان وتشوف سوق اكتر من كده ان شاء الله ربنا باذن الله. عايزك بقى هنقول اسئله سريعه شويه، واخد بالك، كلمه لكل المدربين اللي مرنوا كابتن عبد الله عبد السلام. طبعا كل اللي دربوني او كل شخص او مدرب حضرت معاه يوم او سنه او شهر، انا بحب اشكره جدا وبحب اكنهم كل احترام، بشكرهم جدا واقول لهم ربنا يبارك لكم في اللي انتوا وصلتوا لعبد الله اللي هو فيه دوت، ويعني ربنا يكرمكم وتعملوا كمان ناس كتيره زي عبد الله واحمد صلاح وزي كابتن حمدي صافي وكابتن ماجد مصطفى كابتن محمد مساح وكل نجوم الطايره اللي قبل كده، تعملوا ناس ان شاء الله اجيال كمان وكمان ان شاء الله. كلمه اخيره من كابتن عبد الله لكابتن عبد الله كابتن النادي الاهلي للاعبين النادي الاهلي السنه دي قبل ما يبداوا السيزون. طبعا اقول لهم بشكرهم على الموسم اللي فات، موسم هايل ولا احلى ولا اروع، في التزام بالنواحي الفنيه والخططيه وبره الملعب والفنيه. بقول لهم يا رجاله شد، لازم نشد حنا السنه دي كمان ان شاء الله رب العالمين، عندنا موسم فيه اربع بطولات ان شاء الله لازم نحافظ عليهم ولازم نرجعهم تاني النادي الاهلي. طبعا كلهم بحترمهم جدا وبشكرهم جدا وبقول لهم ان شاء الله ربنا يكرمنا احنا ايد واحده كده وزي ما احنا اخوات قبل ما نكون صحاب في الملعب، وهنحقق كل حاجه ان شاء الله مع بعض السنه دي باذن رب العالمين لجمهور النادي العظيم، لجمهور النادي الاهلي اللي احنا كلنا بنحبه، اللي بنلعب عشانهم عشان نبسطهم ونفرحهم. فبقول لهم ان شاء الله الفرقه جاهزه السنه دي ان شاء الله رب العالمين، هنعمل ما في وسعنا ان شاء الله وربنا يكرمنا ان شاء الله وهنفرحكم زي ما انتم متعودين معانا ان شاء الله. نسلك اثنين، كلمة لمجلس الإدارة، كلمة سريعة لمجلس الإدارة. طبعا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكرهم جدا على دعمهم لينا اللي زيادة واللي مش محدود زي ما بيقولوا. كانوا معانا طبعا السنة اللي فاتت في كل المناسب التدويج، في كل بطولة طبعا بتشوفهم كلهم على قلب رجل واحد. بشكرهم جدا ونتمنى طبعا مساندتهم إن شاء الله في الموسم الجاي إن شاء الله يكونوا معانا دايما. في سؤال ما سألناهوش مهمة جدا. أعذرني. مش هقدر انهي قبل ما اسال السؤال ده. كابتن عبد الله عبد السلام ما جددش عقده لغايه دلوقتي، كابتن عبد الله عبد السلام اخر سنه ليه السنه دي في النادي الاهلي ولا كابتن عبد الله عبد السلام مكمل مع النادي الاهلي؟ لا طبعا مكمل مع النادي الاهلي، الموضوع تجديد عبد الله موضوع وقت، الامور كلها خلصانه ومحسومه ان شاء الله رب العالمين. خلاص يعني ما فيش اي حاجه خالص اللي توقف عبد الله اللي هو مسافر، لا انا قاعد مع النادي ان شاء الله رب العالمين.
يعني الموضوع خلاص يعني نظام العوده تحضر الموضوع خلصان يعني. كابتن عبد الله عبد السلام جوه النادي انا الأهل. جوه النادي الاهلي مش همشي من النادي الاهلي خلاص ان شاء الله. انا حياتي في النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. ريماس وريتاج طبعا قلبي وعقلي وروحي حياتي والله فيهم كلهم يعني. كابتن عبد الله نورتنا ربنا وشرفتنا وكنا مستمتعين جدا معاك النهارده بالحديث الجميل. طلعنا كل الجوانب اللي عندك صح؟ طبعا. ما قلناش حاجه؟ في حاجه ناقصه؟ لا والله كل حاجه افتكرناها. بس انا عايز اشكر الجهاز الفني طبعا كابتن محمود جمعه، كابتن تامر تايجر، دكتور هيثم، دكتور اهاب، مكي، كابتن خالد ابو زينه، احمد رشاد من اصغر واحد اكبر واحد. الناس دي تعبت معانا وبتتعب معانا لحد دلوقتي. بقول لهم بشكركم جدا. لو كنت نسيتكم لا انا فاكركم والله في قلبي على طول. وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله مع بعض طول العمر باذن الله. شكرا حبيبي كابتن عبد الله عبد السلام. ربنا يبارك لك. كان معانا نجم كبير كنا مستمتعين معاه ما كناش عايزين خلاص بس الوقت بيخلص خلاص. كان معانا كابتن عبد الله عبد السلام كابتن النادي الاهلي واحسن صانع العاب وحاجات كثيره. في نهايه حلقتنا النهارده بنشكر كل جماهير النادي اللي كان متابعانا تابعونا كل يوم من السبت للخميس في الاهلي الليله من الساعه 7 للساعه 10. شكرا والى اللقاء.